ضيفتي اليوم امرأة ملهمة شغوفة بالطبخ والعلم، وكانت عصامية من الدرجة الأولى، حيث إنها دخلت عالم التجارة في سن 16 سنة. وجودها مع سيدات الأسرة في المطبخ حببها فيه، لدرجة إنها اشتغلت تغسل صحون في أحد مطاعم الفنادق لكي تثبت لنفسها أولاً ولوالدها وللشيف المسؤول قدرتها على تحمل العمل الشاق بالمطابخ. هذا كله بالإضافة لكونها مهتمة جداً في عالم التنمية الذاتية. هنوف البلهان، يا هذه الساعة المباركة، حياك الله أختي، نورتي بودكاستي. حبيبتي منور فيك، مشكورة للدعوة هذه، أنا وايد سعيدة وممتنة صراحة. يا هلا فيك، وايد سمعت عنك وايد، وقعدت فترة كلي تطلع متى راح التقي بهذه الإنسانة اللي أنا جدا فخورة بإنجازاتك وقصصك، ومتشوقة أعرف من وين بديتي. خلنا نعرف. والله تصدقين هذا السؤال اليوم قاعدة أفكر فيه، قاعدة أقول هو القدر اللي حطني في هذا، يعني اختار لي ولا أنا اللي اخترته؟ لأن لما يتنبش بصوري وأنا صغيرة، طلع أول عيد ميلاد لي حاطيني بنص السفرة وملبسيني قبعة الشيف، فقاعدة أقول هل هو القدر ولا أنا أعتقد أني اخترت. فإيه، أنا ولدت بأسرة ثرية جداً، لأن الأسر القديمة اللي كان فيها البيت في اليدة وفيها الشرايط وفيها خوات كبار، أنا أمي من الزوجة تعتبر الزوجة الرابعة، مو تعتبر، هي الزوجة الرابعة. فالزوجة الرابعة تين أنت عندك أخوان، أصغر واحد فيهم أكبر منك ب10 سنين، فأنت جاية في بيئة خلاص مكتملة، أنت جاية تتعلمين في هذه البيئة المكتملة. فيديتي الله يرحمها كانت تطبخ، مرتبوي كانت تطبخ، خواتي الكبار كانوا يطبخون، أمي رعاية العزايم، يداتي من الصوب الثاني، يعني يدتي أم أمي، خالة أمي. فنشأت في أسرة ثرية في الطبخ، وثرية في جزئية النكهات المختلفة، يعني مرتبوي عراقية فالأكل العراقي كان مختلف، أهل أبوي حضر فالحضر يدتي، فمزيج هذا نشأت فيه. بالإضافة أن بيت أبوي كان بيت مدهل مفتوح حق الكل، فكل الجاليات موجودة عندنا ونسافر وايد. المتعة والبروي مالي كان الأكل، عشان أقدر أجاري وأثبت وجودي بين، يعني أنا أقول النماذج الجميلة اللي أنا تربيت بين إيدهم، أني أقول لهم ترى أنا موجودة شوفوني، لأنها ما كان في عمري أحد. أنا مثل ما قلت لش أصغر أخواني من أبوي بيني وبين 10 سنين ولد، فما في بنات في عمري يلعبون معي، ولا كان في عندنا اليهال وايد، مع أن هلنا وايد بس يا زوارة يا عيد يا مناسبة. فهذه ما عطتني فرصة أني أنا ألعب كطفلة، أنا لعبت ألعاب الكبار وأنا طفلة، فهذه خلتني خلاص سنس الطبخ موجود عندي وعشقته. أقول لك ما أدري هو القدر، ما أدري البيئة، بس أبي أستوقفك هني. لعبت لعبة الكبار، شنو لعبة الكبار؟ اللي هي الجدور والماعين؟ حتى السوالف، حتى المواضيع، حتى الاهتمامات. شرحي لي شوية. يعني يدتي كانت لها طقوس، يدتي تقعد الفير الله يرحمها تبطل مصحفها تقعد تقرأ، تصلي تقرأ، عقبها ذهبت ريوقها، عقبها دشت عليها مرتبوي بباج الصينية، عقبها دشوا عليها بنات خالتها، قاموا يلعبون، قاموا يسولفون، بعدين سووا قداهم. فأنتي قاعدة ما بين هذولي وقاعدة تتعلمين من القصص ومن السوالف والمواضيع اللي تنطرح. مرتبوي لما تصير أي مناسبة طريقة تجهيزها، خواتي الكبار لما يجونهم رفيجاتهم في البيت طريقة تصفيف البوفيه، وبعدين هم من الجيل إن المرأة السنعة هي اللي راعية البيت، فأنتي لما تكونين بين كبار وحدرهم خلاص يصير إدارة البيت وفنون التقديم والإتيكيت والطباء، هذا يعني اللايف ستايل الديلي اللي أنتي قاعد تعيشينه، فأخذته. بالإضافة الناس اللي قاعد تزور، يعني الجنسيات اللي كانت تدخل علينا، إحنا كان يسمون هيئة الأمم المتحدة يوم العيد، تشوفين الجناس الهندية أصدقاء أبوي، تشوفين السوريين، تشوفين المصريين، تشوفين الفلسطينيين، تشوفين كل الجاليات عندنا العربية وأغلبها المسلمة. هذه أثرتني، هذه أصلاً نمت عندي شيء أعتقد هو فادني الحين لما كبرت وعرفت من وين. يعني أنا لي عمري 10 سنين باعتقادي أن هذول كلهم أخوان أبوي،
أنا ما كنت أشوفهم عماء، يعني عمك فلان سلمي على عمك فلان، عمك الياس، عمك عرفان، عمك أبو هاني، أبو إبراهيم، أنا الحين كلهم عمي فلان، بس أنا ما أدري، أنا اللي أفهمها عمي أخو أبوي. فعبالك هذيلي كلهم أخو أبوي؟ كلهم عمامي، لين صار عمري 10 سنين بديت أفهم إنه لا هذا هندي، لا هذا سوري، لا هذا مصري. هذه خلتني قريبة حق الجاليات، وعندي ألفة حق العادات والتقاليد المختلفة عنا، وخلت فيني أعتقد التواضع، ما عندي الكبر أو العنصرية ما بيني وبين الجنسيات الثانية. هذه فادتني وين؟ فادتني لما اشتغلت في مجالي، لأن في مجالي لما دخلته ما في أحد يعني يتخلى من الحريم، وكان محتكر على الرجال، وكان أغلبه الوافدين عندنا، ما كان الكويتيين يشتغلونه. فلما تين أنت كويتية تشتغلين مع وافدين ومن مختلف الجنسيات، التقبل يصير صعب. أنا كان جدا سريع، وبسرعة استوعبوني، وبسرعة استوعبتهم واندمجت وياهم. فهذه سهلت علي العملية أني أشتغل في المطابخ المركزية في الفنادق. أنا خدتك حق المطابخ وأنا لحن في البيت. بعد ما تعلمت الطبخ من هذول الكبار، صار إثبات وجودي في الطبخ. وأمي الله يطول بعمرها طبخها تقليدي، مشابيس، يريش، هريس، والذبايح في المناسبات. يون حريم إخواني، يون خواتي اللي جايب المعجنات، اللي جايب الباستات، هذه أشياء ما تدور عندنا، فتشوقني. فكنت أقول لها نبي نسوي كذي، ما له داعي. وأمي طبخها ينن، بس أمي ما تحب المطبخ، أمي تدش المطبخ لأن المطبخ مفروض عليها ولازم أنها هي توكل عيالها. وبعدين تعرفين البيت اللي فيه شرايط، لا تلزموني في يوم وطباخ وكذي، يعني يدوب أنا مع اليهال، وأنا جاية أبي أتعلم، عندي شغف. فكانت تصك عني مطبخ، إحنا بيتنا نظام المطبخ اللي بالملحق، فتصك عني باب المطبخ وهنفتح كرسي وتنط عشان دش المطبخ. لحظة، ليش اتصك عنك باب المطبخ؟ عشان ما تبربسين داخل؟ صبيان، يعني صبيان برا طبابيخ، شي طلعتش الظهر ولا العصر، انتي متى بدشين المطبخ؟ اكيد مو في الوقت اللي مشغول، بدشين في الوقت الفاضي، فالوقت الفاضي ما في احد، فتخاف عليك. الشغلة الثانية، انا صغيرة وقصيرة، ويني وين شولة ونار، يعني خطر، فما تبي هذا الرسك وهذه المسؤولية. اكثر من مرة قلتي صغيرة صغيرة، كم كان عمرك لما بدأ هذا الاهتمام؟ قلتي على الصورة مالت العيد الميلاد وانتي ملبسينك الشيف وبنص السفرة. 9 سنين، 9 سنين، 10 سنين، فيعني عمر اللعب. أنا كنت مهووسة في الطبخ، أبي أسوي العينة البيتزا، وأبي أسوي ورق العنب، وأبي أسوي المكرونة بشاميل، وأبي أسوي المحلبية اللي تصير طبقات مع الجيل، يعني كانت هذه ألوان وأشياء تشوقني. وأمي مثل ما قلت لك طباخها من أروع ما يكون، إلى الآن عندي أطباخ ما أجيدها مثلها، ولكن سبحان الله تقليدية، وهذا التقليدي هو اللي حرك الشغف عندي أني أنا أكتشف هذا العالم. وصرت لما أحد يقول لي، يعني مثلا حريم إخواني كلهم بعد كانوا يطبخون، وعندي واحدة منهم كانت مميزة، فلما يسافرون شنو تبين؟ أبي كتب طبخ. فيقولوا لي كتب طبخ؟ إيه أبي كتب طبخ. لما أروح المكتبة عيني تروح تدور كتب الطبخ، لما نسافر بأي فندق أنزل أدور المطبخ، خلاص عندي هذا الشغف. أو إذا نزلنا بسوق هم يشدهم مواضيع الألعاب، وأنا تشدني مواضيع الماعين، تشدني مواضيع النكهات، الأكشاك اللي بيعون في الشوارع، خلاص صار فيني شغف. ما أدري هل هو كان إثبات وجود، أساس أقول أنا موجودة شوفوني تميزت بشيء أنتم مميزين فيه، ولا هل هو كان خلينا نقول رسالتي في الحياة، فطرة، مو فطرة. شفتي لما تحسين ان انسان مولود حق هذه المهنة، حق هذا الشيء، عشان يعني يترك بصمة فيه؟ اعتقد ان يعني لما شفت صورتي عرفت ان القدر رتب لي هذا الشيء قبل انا اختاره، كان مو بترتيب قدري، اكيد في ترتيب قدري في الموضوع. بس شفتي انتي لازم تمرين في تجارب عشان تدركين ان انتي اصلا من البداية الين وصلتي حق هذه نقطة الادراك، انتي كنتي في سلسلة أحداث مكتوبة لك ومهيئة لك. فأعتقد أن إيه هو القدر رتب لي هذه المهنة إلى أن وصلت حق اللي أنا وصلت لليوم. قلتي تجارب هي اللي توصلك حق اللي، سولفي لي عن هذه التجارب.
أنا أدري إن أنتي بسن 16 بلشتي ال أول بزنس. هوم بزنس. يلا سولفي لنا عن هذه التجربة ورأي الوالدين واللوجيستكس اللي صارت بهال. لما شافني الوالد إن أنا ما عندي على قولتي ما بدني ماي ما رح أدرس وقاعدة أحوس في البيت في المطبخ كان يقول لي خلاص أنا هني تبين تشتغلين؟ قلت له إيه. قال لي أوكي. فخذاني وداني فندق وكان هذا الشيف صديقة فهو الاتفاق إن بيها توب من هذه المهنة وتعرف إن هذه المهنة مو لها وحق الريايل وإن هي ما راح تتحملها. فسألني الشيف قال لي شنو تبي تكونين؟ قلت له أبي أصير هيد شيف بالمكان اللي أنت فيه. رئيس طهات. رئيس الطهات. ولا ومو بس أي رئيس يعني رئيس طهات فندق كبير أكبر فنادق الكويت. فقال لي أنت تدرين عشان أنا أوصل هذا المكان كم سنة؟ أخذت أنا ما أخذ 28 سنة. قلت له أنا 10 سنين وراح أكون في مكانك. فضحك. قال لي يلا أي مطبخ تبين؟ وعرفت اللي صغيرة وشكلي يعني حتى لما أتذكر شلون كان شكلي أضحك أقول شلون أنا داشة بكل هالقوة وبهالجرأة. فقلت له أبي مطبخ الحلويات. قال لي أوكي. قال لي فدخلني على شيف الحلويات وقال له هذه تبي تصير شيف بس علمها من الصفر والصفر معناته توقفين على المجلة اللي هو مغسلة الصحون وتبدين. فأنا عيني عليهم وهم يشتغلون ومخي يسجل ايش قاعد يسوون وانا اغسل المعين. اذا صار في فتشه يعني كنت بروفيشنال في غسل المعين اللي الحين انا ما اطيقه. فبس لانه يمكن كان بالاكراه بوقتها بالضبط والى الان يعني الحين انا عندي بروسس في طريقه الغسيل ورتب ونظف لانه خلاص بالخبره يصير عندك. بس الى الان احس انه من الاشياء اللي انا ما اتحملها يعني ما احبها مس هذا ما احبه. فالشاهد ان انا تعلمت 21 صنف خلال تقريبا 3 أسابيع. فبعد 3 أسابيع ناداني كان يقول لي ها شنو تعلمتي الحين؟ قلت له أنا الحين تعلمت 21 صنف. كان يقول لي شلون؟ قلت له أنا قاعد أشوف وأتعلم وأطبق. كان يقول لي تقدرين تطبقينهم؟ قلت له إيه. كم ساعة تبين؟ قلت له أبي 6 ساعات. قال لي أوكي عندي 6 ساعات. رحت ما قدرت أطبق 21 طبقت أقل بس يعني تقريبا كان 16-17 نوع بس بالبرزنتيشن اللي أنت قاعد تشوفينه مال الفنادق بالسايز بالنكهة. فلما يا استغرب فدق على شيف الحلويات قال أنت علمتها شيء؟ قال لا ما علمتها. فمسكني قال أنت شون تعلمتي؟ قلت له أنا كنت عيني لهم وأسجل وأسمع وأشوف شنو قاعد يسوون من تكنيك وأرجع البيت أطبق فأساس إنه خلاص تنحفظ عندي وأدري إنه في يوم من الأيام أنا راح أتعلم. كان يقول أنتي عارفة أبوك ليش جايبك؟ قلت له إيه. كان يقول لي أبوك جايبك عشان تتوبين من هنا. قلت له أنا قلت لك أنا عارفة شنو أبي. فهني ساعدني قال لي تعالي بدأ ياخذك شوية بجدية أكثر. لا قال لي لا أنتي راح توصلين إيه بس أنتي عارفة لو تروحين مدرسة الطبخ الحين وتدرسين أنتي محتاجة 9 شهور. قلت له أنسى الفكرة أبوي رافض إني أنا أطلع وأروح أدرس مدارس طبخ. قال لي الشيف مو بالشهادة، الشيف في خبرته وإتقانه في عمله وإبداعه وإصراره إنه يصير. بعدين ترى كل اللي يطبخون هذول مو شفية، الشيف هو الرئيس اللي عنده القدرة إنه هو يقود هذا كله وعنده القدرة إنه هو يحط سيستم إداري مختلف عن أي مكان ثاني بإنتاجية احترافية. فأنا يقول لي هذا الكلام أنا بالنسبة لي هو قاعد يقول كلام جميل بس ما فهمه. فقال لي أنا راح أساعدك إنك أنتي تدرسين أونلاين هذه التفاصيل راح تطول بس هذه راح تعطيك فرصة كبيرة إنك تنتقلين من مكان إلى مكان إلى مكان في فنادق معترف فيها من ضمن هذه الأكاديميات الأونلاين وتاخذين شهادتك. قلت له أوكي وفعلا بديت مع هذه النقطة لين أخذت هذه الشهادة. وبنفس الوقت أتاحت لي فرصة إني أنا أشتغل في فنادق وايد أتعرف على ثقافات وايد على شفات وايد على مطابخ وايد نمت تفاصيل أكثر من جزئية الطبخ اللي كنت متوقع أني أنا التنمى عندي وفتحت لي مدارك جديدة. يعني عرفت أن عالم صناعة الطبخ مختلف عن اللي احنا قاعدين نشوف أن الواحد يجاب الشولة وجدر ويطلع له وصفة ويقعد يطقطق لا لا عالم مختلف. يعني هي إدارة بحتة هي سيستم عسكري ما في مجال للخطأ هي أخطر مكان ممكن تشتغلين فيه
وأحلى مكان ممكن تشتغلين فيه. شلون أخطر مكان؟ مكان خطر، في أفران، غاز، شول، سكاكين، الوقت عليش محسوب، الحركة عليش محسوبة، أنت قاعد تقضين ما يقارب 8 إلى 10 ساعات فيه، فأنت هل عندك القدرة الذهنية والبدنية إنك تحملين الاسترس اللي فيه؟ وأتوقع إذا تسمحين لي أضيف لك بعد كمان من الخطورة إن بالنهاية هذا بيدخل ببطون الأوادم، فلازم الهايجين. أنا أسويه على ستاندرد معين علشان ما أحد يناديني. ليش قاعد أقول إسعاف وقصيص؟ نظام سيستم إيه؟ عسكري، ما في مجال الخطأ، الخطأ فيه بألف، الغلط الواحد بألف. بعدين أنت تحترقين، أنت تنقص إيدك، أنت عندك أشغال تخلصينها تخلصينها. إحنا لما أي واحد يصير عندنا أي طارئ هو يسعف نفسه، ما في أحد يسعفك، كل الناس قاعد تشتغل، فتنقص إيدك تروحين أنت حق علبة الإسعافات. يعني هذا الشيف شوفينا آثاره واضحة، إيدك هو يسعف نفسه أصلا. توصلين مرحلة هذه التفاصيل تنتبهين لها ثاني يوم مو بحزتها، من كثر ما أنت خلاص يلدش تعود على حرارة معينة، على خلينا نقول تفنس معين. يعني قصة السكين، يعني مرة من المرات قصيت قصة إيدي وصبعي وانجرح، وعلى طول قسلته وقضبته ولفيته وحطيت هذا وكملت باقي اليوم. خلاص أنا عندي مهمة لازم تخلص. هذه كلها تنمي شغلات ثانية أنت ما تدركين، ما تدركينها إلا لما تنحطين في مواقف معينة. يعني أنا كنت أعتقد أنها هي علمتني بس الإدارة، ولكن هي علمتني إدارة مشاعري، علمتني إدارة انفعالاتي، علمتني شلون أستوعب وأتحرك مع ناس قاعد يتحركون معاي بنفس الضغط النفسي، وشو ممكن أديرهم وأطلع منهم أحسن ما يكون. فإدارة المطبخ مو شيء سهل، وفعلاً هي مو أي أحد يقدر يتحملها. لما سألتك على طفولتك أنوف، على طول اتجهتي حق جانب الشيف اللي فيك وشلون نمى ومن صغرته. هنوف اللي مو شيف، البنوتة شلون كانت؟ أقرب حق منه في أسرتها؟ منه أكثر شخص أثر في هذه الأسرة ما شاء الله البيت المليان؟ والله وايد وايد أثروا. هنوف كانت طفلة فضولية، تحب التعلم، تحب تكتشف، طفلة اجتماعية، عندها سعة أن هي ترافج الكل وتحب الكل وتسولف مع الكل، وما عندها هذه القيود. لأن قلت لك لما تنشئين في بيت ناس داشة وناس طالعة مختلف الجنسيات، ما عندك هذه الحواجز والخوف والانعزال منهم، لا كنت حيل منفتحة. بس في المقابل هم كانت في إدارة مختلفة للبيت، لأنك أنت عايشة ما بين أكثر من أم. يعني أنا حتى خواتي الكبار أعتبرهم أمهاتي، فتعلمت من كل واحدة شيء. يعني لما أقول أمي، لا مو بس أمي، لا عندي يدتي الله يرحمها، عندي مرتبوي، عندي خواتي الكبار، هذول كلهم أثروا فيني. يعني أثروا في شخصية هنوف لدرجة أن الحين أشوف تفاصيل أقول هذا طبع فلانة، هذا صوت فلانة، قاعد تكتشفينها في نفسك. يعني هذا السكيلز تعلمتها من فلانة، هذه الحكوة أخذتها من فلانة، هذه مو بس الطباخ. يعني يدتي، لا يعني بعدين يدتي توفت أنا عمري تقريبا 9 سنين 10 سنين، يعني بداية الموضوع هذا. بس ما كنت أدري إن أنا طول هال10 سنين هي لها تأثير وايد علي. لما كانت تشممني البهارات، لما كانت تسولف، لما كانت وقتها، يعني أنا الحين قاعدة أشوف في صفات منها. يعني عندها روتين يومي، صلاة الفجر، قعدتها في قرايتها، وقت الصفة مالها مع بيالتها، هدوءها، طريقتها. خلصت هذا كله قامت تلعب ويا بنات خالتها ويسولفون يحطون الجنجفة. فيعني شخصية اللي يشوفها يقول هذه متدينة، لكن هي عندها وقت حق نفسها، وعندها وقت حق الضحك والغشمرة. البرامج اللي كانت تتابعها، حزت نومة الظهر، هذه حزت القيلولة مالتي وراحتي، ما حد يزعجني، انتقائها في الأكل، السوالف اللي كانت سولفها، هذه أثرت فيني. مرتبوي وحنانها، مرتبوي جدا حنون الله يطول بعمرها، هذا وايد أثر فيني. سوالفها، يعني أنا كنت أمي وأمي وما كنت أعرف شنو الفرق بين الأمهات، بعدين عرفت الفرق بين الأمهات، إن هذه مرتبوي مو بس أمي، بس هي فعلا أمي. أمي طريقتها، اهتمامها في اللبس، اهتمامها في تفاصيلنا، اهتمامها في الدراسة. أمي تحب القراءة، من الناس اللي حببتني القراءة وكانت تقرأ لنا قصص. فهذه هم لما جيت كبرت وصرت دخلت في مجال الإعلام، اكتشفت أن عندي هذا الجانب القصصي، عندي طريقة السرد، وهذه هم أخذتها. يدتي
أم أمي تعلمت منها يعني قصة جدا عظيمة. يعني هي ما كانت وايد تتعاطى، بس لما مرة قالت لي قصة من القصص اللي أثرت فيها، علمتني إن شلون أنا ما أتنازل عن الشيء اللي أنا أبي لو كانت الناس كلها ما تشوف إن الشيء اللي أنت تبينه لا قيمة أو إنه راح يثري حياتك. فأمهاتي وايد يعني، وأنا أجزم إن دور المرأة في حياتي إلى الآن مثري، وأنا ممتنة لهم صراحة كلهم على الصفات الحلوة واللي مو حلوة. سنس ذير كنت أشوفها مو حلوة، بس أنا ممتنة لهم. أبوي الله يرحمه، يعني الله يرحمه ويغفر له، أبوي من الحين لما أشوف الناس ووعيها وفكرها أقول هذا زمانه. يعني كان كنا نسولف في مواضيع حزتها كانوا يشوفونها أن يعني واحدة من الصفات الحلوة اللي علمني إياها، لما أسأله السؤال ما جاوبني، تدري شو يقول لي؟ أنت إيش رأيت؟ فيصير فيني أنا بمنك الإجابة، قال الإجابة مالتي أنا، أنت إيش رأيت؟ فكنت أقول له شلون أعرف رأيي؟ قولي شفتي هذا المكتبة؟ روحي دوري فيها يمكن تلقين فيها شيء. فخلاني أحب أقرأ من باب أن أنا بعرف إجابة حق سؤال عندي. فحب الإطلاع لما عندي، لما هي أناقشة عن اللغات، لما هي أناقشة عن الناس. يعني واحد من الأشياء اللي ما أنساها، إحنا كنا في رمضان وكان زايرنا واحد من أصدقائه الهنود، وما أذكر صراحة شنو كان دينه، يعني إذا كان هو، بس اللي عارف أنه مو مسلم، فضيفه. فأنا كان عندي يعني علامة استغراب واستنكار، شلون إحنا صيام ورمضان؟ فلما سألته قال لي الضيف ضيف الرحمن. يعني شو ضيف ضيف الرحمن؟ إحنا صيام. هني بديت أنتبه أن الضيف ما له شغل، أنت شنو دينش؟ مدام هو ياج أنت عليك إكرامة. مزرعته كانت مفتوحة حق الكل، وفي هذاك الوقت في الثمانينات ما كان في أماكن سياحية وايد، فكنا في الربيع طول الربيع إحنا عايشين هناك في المزرعة، ويوميا نترقب ناس بتينا. فأقول له من بينا يبقى اليوم؟ يقول لي ضيوف الرحمن. فأنا كل حسبالي ضيوف الرحمن هذه عائلة، ضيوف الرحمن هذولي ناس، عرفتي؟ فهذه كانت جدا مؤثرة، وعيوننا بس تلاقت على البوابة من بيدش علينا. ويوميا كان يقول حق العمال اذبح الخروف، ذهب المدري شنو، وباجع ما يطبخون، أمي كانت. فهذا كان مميز عندنا. وآخر اليوم يصدر كل السيائر الله يرحمه ويغفر له ويحرص هنوف، روحي تأكدي أن كل سيارة فيها من الخضرة وفيها من الدياي وفيها من البيض. هذه نمت عندي شيء الحين أنا بديت أستوعبه، أن موضوع العطاء، موضوع الكرم، موضوع السخاء. بعدين حتى يدي أبو أمي، يعني أنا سمعت عن يدي أبو يد أمي اللي هو رباها، سمعت عن قصصهم، بس يدي أبو أمي شفته وعاصرته، وشفت رجاحة عقله، وشفت فكرة وتشجيعه للعلم، أنه هو كان رجل أمي وكان يعني من أهل الغوص، بس كان العلم عنده شيء مميز. يعني واحدة من خالاتي من أوائل الناس اللي دخلت المجال الطبي أو النيرسز اللي كانت، فتشجيع لها، وكان في مجتمع بدوي منغلق، شلون البنت تدرس برا؟ فكان يشجعها، ولما كان أهله يحاجونه يقولوا له ما تروح، يقول لها ما تروح، وتيجي تقول له يبا شلون ما أروح؟ يقول لها أنا شوري براسي، علمك ومستقبلك ما راح أوقفه، بس أهلي ما ضيوف وياييني وما طيب، ما يطلعون من اللي خاطرهم طيب، بس أنتي بتروحين وبتدرسين. فهذه علمتني إن الإنسان شلون يعني يحترم المجتمع اللي هو فيه، ويحافظ على أمانة في المجتمع اللي فيه، لكن في الوقت حياته، قراراته، اهتماماته ما يتنازل عنها. هذه التفاصيل أثرت هنوف وايد، فالحين أبدي في هذا العمر أكتشفها مرة عن مرة في كل موقف يصير معي، في كل تحدي أمر فيه، ألاقي إن في التاريخ مالي، في الناس اللي عاصرتهم قصص تثريني. فأنا جدا ممتنة حق التفاصيل دي، خلتيني أفتح أشياء ما كنت متوقعة أني انتبه لها بهالعمق.
كل هذا كون لنا الإنسانة الجميلة اللي قاعدة قدامي. شنو من هذه المرحلة احنا بلشنا في موضوع نسوي الهوم بزنس، سوينا أول شيء كبب، بعدين قمنا نسوي حلويات، وكان عمرك 16 لما كانوا الناس يتصلون. كانت الوالدة اللي تجاوب عبالهم هي شغلها صح؟ كانت كنت أنا اللي أرد، واسم شغلي أم فواز، بيت أم فواز يعني، بس من أم فواز ما يدرون. فلما كنت أرد على الحريم كانوا يقولوا لي يا حليلك أنت تساعدين أمك، أقول لهم إيه، بس ما كانوا يدرون أن أنا صاحبة البزنس، لأن كان عند أهلي أن لا تفشلين باكر الناس يقولون عايز عليهم وشقلوا بنتهم. فما كان عندي مشكلة في هالجزئية، المهم أني أسوي الشيء اللي أنا أبي، أمارس الشيء اللي أنا أبي. وفعلا لما بديت يعني وأول يعني مدخول دخل علي وقمت أشتري وقمت أحط في البيت، حسيت بمشاعر مختلفة، إحساس بالإنجاز، مو بس بالإنجاز، إحساس بالاستقلالية، أن أنا عندي الحين القدرة أني أنا أقول رأيي، عندي القدرة أني أنا أشتري شيء من غير ما أشاور أحد، لأني أنا أبي، لأنه بفلوسي. يعني أنت في عمر معين حتى مصرفك أنت عارفة وين بيروح وشون بتصرفينه وشون بتتحاسبين عليه، لكن لما يكون مدخولك هذا يعطيك مساحة من الحرية في إنك تقولين رأيك، في إنك تشترين اللي أنت تبينه، في إنك أنت ترفضين حتى اللي ما تبينه. فيعطيك، أنا عندي الاستغلال المالي حق المرأة يعطي مساحة من الحرية ما كانت تنعطى من قبل، والحرية تأخذ، الحرية ما توهب، طبيعي فتأخذينها، تكتسب، تكتسب، تأخذينها أنت بإنجازاتك. وبعدين الحرية مسؤولية ترى، يعني هي تريكي يعني وايد خطرة، لأن سلاح ذو حدين بالضبط فعلا. لأن كل ما زادت المسؤولية أو بالأصح الحرية زادت بالمقابل المسؤولية، وإذا زادت المسؤولية بتزيد العواقب مالت المسؤولية هذه. فبس بحزتها كان شيء لذيذ أن أنا يكون عندي القدرة أني أنا أشتري اللي أنا أبي وامتلك اللي أنا أبي وأقول رأيي في اللي أنا أبي وينسمع رأيك. أن أنت الحين صار عندك مكانة الإنجاز، الإنجاز تعطيك مكانة، فأي صار لي كلمة تنقال وتنسمع، رأي وخذ منها، هم هذه أثرت شخصيتي. بديت تحسين بقيمتك و و و و ودورك في هذه الأسرة اللي كلهم يعطون، فأنت صرتي حتى أنت تعطين وياهم. أكيد أنت تتعلمين فتبدين تمارسينه، بس ما تعطين من عطائهم، تعطين من إنجازك أنت، من إنتاجك أنت. فكان هذا بالنسبة لي شيء وايد وايد مميز. حلو، دخلنا جانب الفنادق. حلو، وأثبتتي نفسك. شنو صار من هذه المرحلة؟ وين صرنا؟ أنت راضية ومقررة ما بيأدرس، بعدين شنو صار؟ بعدها لما ثبتوني وعطوني راتب، كان راتبي جدا بسيط، بسيط لدرجة أنه يعني ممكن حتى اللي موجودين وياي رواتبهم أعلى مني، لأن حزتها كان القطاع الخاص مو مدعوم، ما في شيء اسمه دعم عمالة، ولا كان في يعني قيمة كبيرة حق الكويتيين في هذا المجال، إلا إذا كانوا مثلا مهندسين، مدراء، بانكر، في يعني مناصب معينة. لكن في المطبخ كان ما في أصلا، الحريم قلة فيه يعني حتى من الجنسيات الثانية، فما بالش في كويتية. فكنت أحس إن أنا قاعد أنهك ولكن أنا ما عندي. فهني قال لي أبوي، قال لي كملي دراستك. قلت له وين أروح؟ أنا الجامعة خلاص ما بي. قال لي روحي المعاهد. أنا كنت منتبه إن أصلا في شيء اسمه معاهد. فلما رحت سألت شنو في مجال، قالوا لي في معهد المعلمات، حتى حزتي يسمونه معهد المعلمات أو التطبيقي، وفي شيء اسمه اقتصاد منزلي. قلت لهم صح، كانوا يدرسون مدرسات الاقتصاد المنزلي، حلو أبي أروح أقدم هالتخصص. رحت، قالوا لي مسكر، في اكتفاء ومسكر، زمان أروح تربية فنية. قلت أوكي فنية حلو، هم في بعد فن وكذي يعني، اسمي أخذ شهادة. قدمت اختبار، ما جبت اختبار القدرات اللي هم يبونه، حولوني دايركت معهد تجاري. معهد تجاري أنا ما أشوف نفسي معهد تجاري، وكل عندي في بالي إن إذا بطلع معهد تجاري بشتغل في بنك، أنا مو بانكر. فكورس سحبت أوراقي. أبوي وبعدين وين بتروحين؟ قلت له ما أدري، بس أنا ما أشوف نفسي يعني أشتغل بنك. لا، كان يقول لي شوفي مرة ثانية. رحت كان يقولوا لي مدام سحبتي ما عندك إلا معهد تكنولوجيا وعندك الدورات الثانية. فدخلت، تخرجت كوميونيكيشن سيستم مع مقبول دور ثاني مع مرتبة الشرف. لأن كان بالنسبة لي أصلا حتى لما دشيت المعهد
نشاطي الطلابي كان واضح انه هو يعني تشجيع حق الطلبة الموجودين، مهتم في موضوع ان الواحد يكتشف شغفه ويشتغل في اللي هو فيه، لان احنا دراستنا كانت وايد علمية واحنا شبه هندسة يعني اللي قاعد ندرسها كمواد، فما كنت اشوف نفسي فيها، ما فيها جانب الفني اللي هنوف تحبه. ففي الجانب الطلابي لا، لقيت نفسي، لان انا بديت في جانب التنمية البشرية صغير، انا دائما كنت اشوف نفسي مختلفة عن البيئة اللي انا فيها، بس حزتها ما كنت اقول مختلفة، حزتها كنت احس اني انا لا انتمي اليهم، انا فيني شيء مو مثلهم، فاكيد انا الغلط مو هم. هنوف، هذا كان اقتناع شخصي ولا كان في تعليقات حواليك وعطتك هذا الاحساس انت؟ يمكن الاثنين. شلون؟ قولي لي لو سمحت. لما اللي بعمرك يلعبون وانت تطبخين، لما اللي بعمرك يهتمون في تفاصيل المراهقين العاديين، انت داخله في شيء ثاني وتبتثبتين وتبديرين ايش قاعد تسوين؟ يعني عايشة دور مو دورك. مرة يقبلونه إذا يستفيدون منه، ومرة يرفضونه إذا كان يعارض خططهم. فأنت في عمر أصلا فترة البلوغ أنت ما تدري شنو قاعد يصير فيك فسيولوجيا، فأنا ماني فاهمة، بس كنت أحس أني أنا في شيء مو طبيعي، بالإضافة إلى طريقة التربية، بالإضافة إلى المواقف اللي تصير في الأسرة الكبيرة، هذه كلها تضيف وكلها تحسسك إن في شيء ما قاعد يمشي بالطريق. والتعليقات لما يجي أنت كل عكس الناس، أنت كل الناس ماشية كذي، يعني لما كان أبوي يضحك يقول لي أنت الشواذ المحمود، فكنت أقول هو قاعد يمدحني ولا هو قاعد يقلل من قدري، شنو يقصد؟ فيقول لي يا بابا انت الشواذ المحمود، فكنت اضحك. وساعات يقول لي ياها لما يكون معصب، خاصه لما اختار اختيار معاجبهم، او اقول لا ما ابي كذي او بسوي كذي، او مثلا بسفره معينه الناس بتروح رحله وهنوف قاعد تحوس بمطبخ الفندق، الشواذ المحمود. فكانت هذه رده الفعل، زين الحين هو قالها صح يعني بوزيتيف واي ولا نيجاتيف واي؟ ما كنت ادري يعني. هني حسيت انه لا، أنا أبي أعرف هنوف أكثر، وأبي هنوف تطلع الأشياء اللي فيها اللي ممكن تخلي هنوف منسجمة أكثر مع من بيئتها. حولها. أي أي. فهني بدت رحلة البحث عن هنوف. أي سن؟ 16 كان محوري في حياتي. أي وايد وايد كان محوري في حياتي. قولي. فأي هني قلت حق أمي، قلت لها أنا محتاجة إني أنا أقعد معه. أنا حزتها ما كان عندي مسميات، فاللي عرفه دكتور نفسي، فقلت له أنا محتاجة أني أقعد مع دكتور نفسي. فقالت لي ليش أنت شنو حاسة فيه؟ قلت لها ما أدري، بس أنا أحس أن أنا مو مثلكم، وأنا ماني قادرة أصير نفسكم، وبنفس الوقت أنا عندي أسئلة أنتم ما تعرفون تجاوبونها، أنا أبي دكتور نفسي. ما قبلت أول مرة ولا ثاني مرة، ثالث مرة لما عاد يعني حاولت أني أضغط عليها وأبين أني أنا فعلا باحتياج، فخذتني وممتنة لها أمي يعني أنها خذتني حق دكتور صلاح الراشد، وكان يمكن أنا آخر وحدة أو آخر الناس اللي يدشون عليه في العيادة، وأنه هو ممكن يكون يقدم استشارات. فقال لي عبارة جدا جميلة بعد ما قعدت وسولفت وياه، قال لي هنوف انتي لقيتي بوصلتك ومحتاجة تحددين اتجاهاتك، لا تضيعين وقتك مع ناس مو لاقين بوصلتهم. فالكلمة هذه رنت في بالي، وفلسفية وايد فما فهمتها. يا بقول لك عمرك 16 سنة وتقول لي بوصلتك وتوجهاتك. فكان يقول لي شنو تبين؟ اللي تبينه ركزي عليه راح يصير، اللي تبينه هو اللي راح تسوينه، لا تعبين نفسك فنش تشرحين ليش تبين اللي تبينه، مجرد سوي وخليك ماشية معاهم قوانينهم سوي. بس كلمتها هذه اللي انت لقيتي بوصلتك ومحتاجة تحددين اتجاهاتك، لحين ترن بذنك ايه يعني شنو بوصلة، يعني شنو اتجاهات هذه؟ هذه حسيت انه هو نفس طريقة ابوي اللي كان يقول لي انت ايش رايك، هذه الكتب قدامك. ف أثارت الفضول عندي، وأنا شخص فضولي، أحب أتعلم، أحب أتطور، أحب يكون عندي سالفة أقولها، أحب يكون عندي معلومة أشاركها، أحب يكون عندي سكيلز جديد
يقويني مهارة جديدة. اي مهارة جديدة تقويني بحيث ان اعرف احل اللي بعدها او اللي قبلها او اللي انا فيه حاليا. فصار عندي هوس اني انا احضر الكورسات اللي عندهم في المركز، وبديت من كثر ما انا بديت احضر ويجمع فلوس من شغلي عشان احضر، لان الكورسات هم كان لها سعر غالي، وامي كانت تساعدني. خلاص صرت ابي اتعلم اكثر، في شغف، لين صرت فالنتير عندهم بالمركز. بعدين مسكت وياهم رحلات على اساس اني انا بس اني اكون في مركز الدكتور صلاح الراشد. مركز الراشد، وانا ممتنه حق هالمرحله، لان هني شفت عالم ثاني غير الاسره والبيئه الثريه اللي انا عايشه فيها. عرفت اني انا ما فيني شيء، انا مجرد انه مو ما فيني شيء 100%، انا ما زلت كنت اشوف انه فيني شيء مو نفس بيئتي، بس انه في بيئه ثانيه ممكن تقبلني، في بيئه ثانيه ممكن انسجم وياها. يعني واحده من الاشياء اللي صارت ان الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي حضرت له، وكانت من ضمن المشاركات اسئله واجوبه كذي يصير في الوركشوب، فوقفني فقال لي انت عمرك قد ايه؟ انا اقول له 18 سنه. كان يقول لي انت اللي بعمرك يتنططوا يلعبوا يروحوا يعكسوا، انت جايه هنا تعملي ايه؟ قلت له ايه اتعلم. قلت تتعلمي ايه؟ كان اقول له اللي انت قاعد تعلمنا اياه يعني. كان يقول لي الله يبارك فيك راح تتعلمين. واذكر من الاشياء الجميله اللي صارت وياه، سنه من السنين كانت في محاضره حق انتوني روبنز اللي هو يمشينا على النار. هذه كانت عندي الا اروح اتحدى نفسي، الا اتمشي على النار واثبت حق نفسي ان انا انسانه قويه. كم عمرك هني؟ كان عمري 21. حلو، بنمشي على النار. اي اي انت عمرك 21. بنات يروحون الخيران يكونون قواري. لا انت بتمشين على النار. اي تيمع عشان تروح. فرحت حق ابوي قلت له رفض، رايحه لندن عشان تمشين على النار عشان لينون. فسويت المستحيل لدرجه ان اختي اللي اكبر مني صار عندها بعد شغف في الموضوع بروح وياك. وفعلا ورحت حق دكتور ابراهيم الله يرحمه، وجلست وياه جلسه، اخذت وياه جلسه عشان يعلمني اسلوب اقنع فيه ابوي عشان اروح. فلما رحت وقلت له كان يقول لي انا الحين كل اللي هو يسولف لي عن اشياء ثانيه وانا اقول له شنو اقول حق ابوي؟ شنو الاسلوب الامثل اني انا اقنعه؟ ابوي ترى يعني صاحب فكر ويحاور، بس يعني ابي طريقه يعني. فانا منبهره بدكتور ابراهيم فقلت بيعلمني. فقال لي شوفي هنوف، ما فيش حد في الدنيا يقدر يوقف في وشك الا شخص واحد. قلت له منو؟ كان يقول لي هنوف. قلت له دكتور انت ما تعرف ابوي، ابوي عسكري، ابوي فكره. قال لي هقولها لك كمان مره، ما فيش حد في الدنيا يقدر يوقف في وشك إلا هنوف. وعادها لي ثالث مرة. طلعت وأنا الحين أنا ماخذة جلسة واستشارة وخاصة عشان يقول لي هالكلمتين. لما رحت مشيت على اليمر ثلاث مرات تذكرت هالكلمة، أن فعلا أنا شنو سويت عشان يقتنع أبوي، وشلون القدر رتب لي رحلة عائلية كاملة، رحنا كلنا ورحت مشيت وتعلمت وشفت وجربت ان انا عندي القدره اني امشي على اليمر وما احترق. ذكرت هني كلمه لان ما في احد في الدنيا يقدر يوقف بويك الا انت. الله يرحمه هذه ما انساها لا دكتور ابراهيم الفقي. كانت فعلا من التجارب اللي عقبها صار شفت في حياتي. شلون توني جايه بسالك، هذه المرحله صنعت فارق واضح. اي حتى عيونك كانت قاعد تلمع وانت قاعد تقولين شلون هني. عرفت ان خلاص انا دخلت في عمر ابي اتزوج، فاذا بتزوج ابي اختار، اذا بختار لازم احط مواصفات. انا ما راح اروح ادور على ريال، بس لازم احط مواصفات عشان اعرف بالضبط اذا يعني هذا الشخص المناسب هو الشخص المناسب ولا لا. بعد هذه الرحله اللي انا صار فيها وايد تفاصيل، وتقابلين وايد ناس وتسمعين وايد قصص، ويقفون على الستيج وايد ناس يتكلمون عن حياتهم. فهني استوعبت أنا كان ماخذني شغف في الدراسة وشغف في الطبخ وشغف الشغل بالفنادق، بس أنا لحين مو مستوعبة إن أنا داشة على مرحلة جديدة. هني انتبهت إنها هني أنا راح أبدي مرحلة الحين الارتباط. فإذا برتبط بس أنا هني بختار. وكوني أنا
يعني دخلت في دائرة المسؤولية مبكر، هذه بعد حركت عندي جزء الأمومة. يعني أنا أمي الله يطول بعمرها انتبهت حق أني أنا عندي القدرة أني أنا أتحمل مسؤولية، فحملتني مسؤولية مبكر، فصرت جزء من شخصيتي مو بس بنت وهاوية وكذي، لا جزء من شخصيتي أم، أم حق أخواني، أم حق صديقاتي. حتى لما جيت أختار الزواج اخترته في إطار أني أكون أم، وفعلا تزوجت شخص وأبو معان ونفس المواصفات اللي أنا كنت أبيها لأني كنت واعية حق هالجزئية، ودخلت وهم هو من الناس اللي شجعوني ووايد كانوا يعني حابين موضوع أو أهله وأهو مسيهم بالخير، وأنا ممتنة حقهم لأني وايد أعزهم وأحترمهم وأدريهم يحبوني ويحترموني. فدخلت على مرحلة جديدة الحين، مرحلة أني أنا زوجة، مرحلة ممكن راح أصير أم، داش على حمولة وداش على حمولة وياي طبقي. فهني صار فيني فهمت قيمة الأكل، شلون ممكن يسوي روابط بين الناس وروابط عميقة مجرد طبقة. يعني هذا راح أقول إياها بعدين شلون صارت، بس حزتها وايد حريمة كبار من حمولتي قدروا أني أنت عروس وداشة علينا بطبق، يعني أنت مسويتها بإيدك. هي فهذا يعني الله يحشم يلالك، صار فيني الله أنا وصلت حق يعني أنتوا تدعوا لي هالدعوة. هي هنا شلون وشلون يذكروني بهالجزئية وشلون يقدروني من هالجزئية. ففهمت قيمة الطبق اللي أنا بالنسبة لي هواية وطبخ وأتفنن وأبرز شخصيتي فيه، شلون ممكن يربطني في ناس ويخلي لي قدر عند ناس ويذكروني في الخير ويتعنون لي بآخر الدنيا. يعني لما هنوف تقول عزيمة الناس تيها بآخر الدنيا، وأنا ما زلت أشوف نفسي يعني صغيرة على ناس بهالحجم وبهالمكانة وبهالعمر يتعنون لي. فبعدها كنت قاعدة مع أبو معاذ وقلت له أنا أتمنى أن في يوم من الأيام أطلع بالتلفزيون وأكون شيف وأقدم برامج الطبخ. فقال لي مجتمعنا ما راح يقبل، لا لأن في ذاك الوقت أصلا ما كان في هذا الشيء. في كان يعني اللي كان طالع بالتلفزيون أستاذة فاطمة حسين، وهذا الحكي يعني بالزمنات يعني أول ما بدت برامج الطبخ تلفزيون الكويت، قبل لا تنفتح قناة الوطن كان في قناة الرأي، كانت في وحدة طالعة، وهذه من الناس اللي خلتني أنتبه إنه ها في برامج طبخ ويطلعون فيها كويتيات ما يطلعون فيها أجانب. كانت منال العالم الله يمسيها بالخير تطلع تلفزيون الكويت، بس ككويتية ما شفت إلا هذه الإنسانة، وللأمانة ما يحضرني اسمها. فهني قلت له خلي أروح أقدم، يعني في قناة جديدة طالعة اسمها الوطن، خليني أروح أقدم. يعني قال لي ما راح يقبلون، مجتمعنا ما راح يقبل، الناس ما راح تقبل. قلت له تدري أنا راح أكون أول شيف كويتية تطلع على قناة الوطن. قال لي حين الله. وفعلا راح تقريبا 7 شهور وياني اتصال يعني بدون أي ترتيب، هو ترتيب قدري بحت، من أستاذة فاطمة الروضان الله يمسيها بالخير، وكانت صديقة أختي إيمان العيسى هم بعد مكلمتها، فقالت لي قالت لي أنا عندي برنامج بقدمه ويبون شفات كويتيين وذكروا اسمك ممكن أقابلك؟ قلت لها ما يخالف تعطيني شوي ودي. قالت فدقيت عليه وسألته قلت له أنا الموضوع كذي كذي، قال لي والله ما قدمتي؟ قلت له ما قدمت. قال لي الله يوفقك. وفعلا رحت وقابلتها وبسرعة صار في انسجام، وسألتني وسولفنا، وقالت لي الحين بي الله يمسيه بالخير أستاذي الكبير أحمد الدوغشي ويا شافني، قال لي بالعكس أنت فيك كل المقومات اللي تسمح أنك تكونين مقدمة برامج طبخ كشف حياك الله. وفعلا رحت واخترت اسم البرنامج، اخترنا الضيف المذيع اللي راح يكون ويانا، الترتيبات، البنات اللي كانوا وياي، كل التحضيرات. يعني كنت قاعدة اشتغل في الاستديو وكأني أنا من ولدة في استديو برامج طبخ، بس كنت أطالع برامج الطبخ. وكان عندي يعني طول ما فتحت قناة الوطن أنا بس عيني على الشيف وسيم كان، وكنت أشوف صباح الوطن يطلعون، وكنت أقول إذا في يوم من الأيام وقفت بهالستيديو رح أسوي الطبخة الفلانية وراح أسوي كذي، بس كان هذا الحديث داخلي
ما كنت أتكلم فيه مع أحد، لأن لو بقول ما حد راح ما حد راح ياخذك بجدية. مو بس كذي أصلاً، احتمال يعني ياخذوني بندية أكثر، مو بس جدية، لأن منو بيطلع بتلفزيون؟ وين شايفة نفسك؟ إحنا ناس محافظين، ناس متدينين، شي دخلش بالتلفزيون؟ إنزين سويتيها وقدرتي تطلعين بالتلفزيون، اوريدي بديتي تنعرفين بالدوائر اللي حوالينا، في شيف جديده بنيه وما شاء الله وجميله واطباقها تشوق وطريقتها في العرض جدا مميزه. أصلاً كانوا يستغربون حتى من مصطلحاتي. بالضبط. أيه. حلو، ليش زين كنتي ناجحه، ليش اتجهتي الى توثيق مهارتك بالعلم وبالشهادات؟ هذه قصة ثانية. اللي خلاني أدخل هالمجال وقدمت أول برنامج كان مطبخ هنوف اللي باسمي، كنت أبي هدفي كامل البرنامج إن أنا أشهر كثر ما أقدر هذه المهنة، وأفتح بوابة حق أي أحد يبي يمتهن هذه المهنة. هذه أذكرها من أول مقابلة مع أذكر معدة شانتال، قالت لي شنو برنامجك، يعني شنو بتقدمين خلال أسبوع؟ قلت لها أنا هدفي إن كل الشفات يطلعون وياي. كانت تقول لي لا لا، أنت شو بتسوين؟ قلت لها أنا بسوي، بس أنا بطلع الشفات وياي. فكانت تقول لي ليش؟ قلت لها لأن هذه المهنة محترمة، وهذه المهنة لها مستقبل. يمكن الحين المجتمع مو حاضر لها، بس أنا مؤمنة إذا فتحت هالبوابة الناس راح تدخل. وفعلا كان هذا الهدف. بعد ما خلصت هذا البرنامج وبدت تنشهر مهنة الشيف والناس تطلع والناس تمتهنها، في ناس قامت تروح برا تدرس، برنامجي اللايف اللي كنت أقدمه، أنا درست الشريحة، يعني الله يمسيه بالخير أستاذ أحمد دوغتشي كان يدخلنا في الإعداد، كان يشرح لنا. كنت أقول له أنا طباخ، أنا ما لي شغل في موضوع أني أنا عد برنامج. قال لي لا، أنت ختمت البرنامج عندك، يعني أنت لازم تعرفين الضيف اللي جاي شنو موضوعه، شنو قصته، شنو يحب أكله. ممكن إحنا بنقابل سفير، ممكن بنقابل فنان، المردة عندش في المطبخ، والمطبخ هو اللي يحتوي كل الناس في كل الجنسيات في كل المقامات في كل شيء، ما حد ما يحب الأكل. فنبهني هني إن أنا وايد مهم أعد الطبخة بناء على الضيف اللي بي يختم عندي. لازم أعرف شنو ثقافته، لازم أعرف شنو يحب، لازم أعرف هو من أي بيئة جاي، ليش جاي. فهذه علمتني أساسيات الإعداد، فحطيت أساسيات البرنامج على هالأساس. اليوم الفلاني كذي، اليوم الفلاني كذي، منو ضيفنا، من ياي، اليوم التونسي، يعني مرة من المرات كانت زوجات السفرة، فسويت أطباق مميزة حق المطبخ التونسي والمطبخ المصري والمطبخ اللبناني، ويو قالوا لي هذه أكلات إحنا يعني من تاريخنا، شلون طلعتيها وشلون نجدتيها بهالطريقة. هني عرفت إن لا، في ثقافة ثانية. هذه المرحلة وايد طلعت علي لقب الشيف المطبخ الكويتي، مع أن أنا ما درست هالشيء، أنا دراستي مختلفة عن هالشيء، يعني مطبخ الشيف الكويتي. بعد ما تركت التلفزيون، الاستشارات اللي قامت تجيني، يعني أنا فتحت مخبز بعدين بعته، بعدين دخلت في مجال التصنيع الغذائي، وهذه قصة جميلة ممكن نسولف عنها. إيه تهمني طبعا أكيد. إيه بس خلي يبلش حق الدراسة. عافية. الدراسة لما طلع علي لقب الشيف الكويتي والاستشارات قامت تجيني في الشيف المطبخ الكويتي، احنا نحب المدري، يعني بدت تثيرني ليش هم حاكريني بهالزاوية، ليش يشوفوني بس في هذا المكان. لما مرة صورت صورة ونزلتها في الانستغرام، حطيت طبخة مرق لحم ونشبتها بالطريقة التقليدية اللي انا اشوف يعني اهلي يسوونها، انا باعتقادي انها تقليدية، اللي هو القنشة الملبس ويحطون فيه العيش ويحطون اللحم والخضرة بالنص والمرقة بادية، يعني مو العيش معزول. فكتبت إن هذا الطبق مرق اللحم بالطريقة التقليدية، تركت الانستغرام وتغدينا. صار العصر أو المغرب، ولا الناس تدق علي، شفتي الانستغرام انت شو مسوية؟ قلت لهم شو مسوية، روحي شوفي. بطلت ولا هواش، هذا اللي يقول هذا مؤكلنا، وهذا اللي يقول هذا مال أهل الشمال، وهذا اللي يقول لها طريقة المدري جنو أهل الجنوب، وصار يعني هوشة. قاعدة طالع، هل يعقل إن طبق كذي يخلي الناس تتهاوش؟ مرق لحم
وأنا كاتبة طريقة تقليدية، بس أنا ما أدري يعني، أنا أشوف أهلي كذي تقليدية بس ما أدري هي وين. فقمت أسأل أهلي، فقاموا يقولوا لي لا، أهل الشمال يحطون العيش ما يحطون عليه، أهل الجبلة يسوون كذي، أهل القروية يسوون كذي. فصار فيني ها، يعني إحنا عندنا، يعني أنا أدري في طبخات كذي، وأدري كل بيت منعزل، وأدري كل واحد لك نكهته، بس ما كنت أدري إن لا، القروية مشهورين بهالطريقة، وقروية الجنوب غير قروية الشمال، وأهل الديرة أهل جبلة غير أهل شرق. وها فهني بديت أنتبه إن في شيء اسمه تاريخ، وأنا أصلا هذا الموضوع يعني تلقائي عندي، لأن الثقافات اللي تربيت حوالينها وبينها علمتني الأكل الهندي والأكل الفلسطيني والأكل. فصار في نهاية حتى إحنا في الكويت عندنا. فقمت أبحث في الموضوع من باب البحث الأثري معلوماتي، لين قبل تقريبا 5 سنين كنت في واحد من الكورسات، ماخذة كورس برا طبخ، فكنت قاعد ناقش واحد مع الشفات، فقاعد أقول له إحنا مطبخنا الكويتي والخليجي، وإحنا تقريبا المطبخ الكويتي شامل كل المطابخ الخليجية لأن إحنا مينة. وما سمعني، بس عرفت اللي قاعد يعطيني نظرات الإزراء، يعني شنو مطبخكم؟ كان أقول له الطبق الفلاني شنو هندي؟ قلت له إيه بس إحنا نسويه بطريقة. قال إيه بس أصله هندي. قلت له الطبق الفلاني شنو؟ قال إيراني. قلت له إيه بس إحنا طريقتنا. قال إيراني، أصله إيراني. شنو عندكم أنت؟ شنو موجود ببيئتكم؟ قلت له يعني تقصد يعني شنو؟ قال لي شنو الطبيعة اللي موجودة، شنو المنتجات الزراعية اللي عندكم اللي أنتوا طالها؟ قلت له إحنا عندنا السمك. قال لي بس سمك. قلت له عندنا خضار وشي. قال لي يعني بس مو مستحدث هذا، مو من زمان، من أكثر من 200 400 500 600 سنة، ما عندكم هالأشياء، أنتوا صحراء. هذه الكلمة وايد عورتني، وايد حسستني بالدونية، إن معقولة كل هذا التاريخ إحنا كجزيرة عربية مطبخنا يعني لا يذكر بين إيه بس سمك ولا يذكر في المطبخ. حتى يقولي هذا المطبخ الساحلي، فأنا مصطلح الساحلي هذا جديد علي يعني. فقاعد أقول له إحنا مركز، إحنا في الكويت لأن إحنا كنا مينا وعلى خط الحرير، وقاعد أحاول أضيف معلومات، وهو قاعد يستفزني بطريقة إنه أنتوا مطبخ حديث، أنتوا أصلا ما كملتوا 100 سنة. يقول لي، قلت له مستحيل، الكويت أكثر من 300 سنة، شلون تقول لي 100 سنة؟ قال له إحنا أصغر قرية عندنا عمرها 800 سنة. يقول لي أي تاريخ تكلمنا؟ عندكم شيء مكتوب؟ هذه الكلمة اللي رنت في بالي. ها صادق هني مكتوب؟ قلت له ما أدري. قال لي روحي دوري إذا لقيتي تعالي ناقشيني. هني حسيت إن لا، هذه رسالتي، هذا اللي أنا أبي أسويه. وشفتي اللي فلاش باك رد على كل المواقف اللي صارت، الشيف المطبخ الكويتي، الاستشارات اللي تيني، حتى التصنيع الغذائي اللي دخلت فيه، نوع الأوردرات أو نوع المنتجات اللي يبوني أسويها، لما أسوي بوفيهات وشي. أنتي بالأكل الكويتي تصرفيني، ترى مو بس أنا اللي في الأكل الكويتي يعني. ففهمت إن كل هذا كان بيوصلني حق هالجزئية، أني أنا لازم أدرس في هذا الموضوع. فقررت أني أنا أدرس تاريخ المطابخ عشان أقدر أألف شيء اسمه منهج المطبخ الخليجي، لأن إحنا منطقة نعتبر طبيعة واحدة، وأغلب تراثنا واحد، في يعني فروقات بسيطة، ولكن يعتبر ريجن يسمونه يعني إقليم، إقليم واحد. فالإقليم هذا تسوي له مادة تثبت كل التاريخ وتسلسل التاريخ في تطور المطبخ فيه. فبديت هذا المشوار، مشوار الدراسة أني يعني أنا أدرس تاريخ المطبخ الخليجي. بس أنت مو بس في التاريخ المطبخ الخليجي هنوف، أنت رحتي الكوردن بلو وأخذتي أكثر من شهادة من هناك. يس. بعدين في مجال أعتقد التصنيع الغذائي أخذتي شهادة الآيزو كمان، وصرتي من كبار المدققين على هذه الصناعة. كلميني عن هالشهادتين. أوكي. لما طلعت من التلفزيون الوطن كان حزتها بداية الشفات لما يطلعون، فطبيعي الشركات الكبيرة تفكر في الوجوه الجديدة بحيث أنها هي خلينا نقول تطور منتجاتها أو تعرض منتجاتها. فياني اتصال من سيدة كانت تتابعني بالإنستغرام، وايد كانت متأثرة يعني. أنا حتى إنستغرامي
ما تشوفين الطبخ بحت، في جانب إنساني، في جانب تثقيفي، فحب أكون أنا يعني. فهذا الجانب أثر فيها وايد. فلما شافتني إن أنا أتكلم في مرة من المرات أو واحد من البوستات عن موضوع تاريخ الطبخ وليش هذه الأكلة كذي والناس تحبها بهالطريقة، أعتقد إني أنا حركت فيها شيء. فكلمتني فقالت لي إحنا الشركة الفلانية وإحنا مصنع وإحنا عندنا منتجات، ودي نتعاون وياك، ممكن نلتقي؟ قلت لها إن شاء الله. التقينا، أخذنا الحوار إلى أن وصلنا يعني مثل ما إحنا قاعد الحين نحاور ندش بتفاصيل إن شنو ممكن تعطيني فكرة جديدة نطلع منها منتج جديد يفيد المجتمع. أنت الحين كشف وكسيدة بيت أم وعندك بيت، شنو الشيء اللي تحسين إنه قاصر في بيتك؟ كان أقول لها وايد عندنا أشياء قاصرة، يعني ليش تطبخين هذه الأطباق يوميا وما تفكرين إنك أنت تطبخين؟ قلت لها لأن أنا كشف أسويها. ليش؟ لأن أنا درست وعرف شلون أنا أسوي تحضيرات رئيسية وعرف شلون أحتفظ فيها، لكن مو كل السيدات في البيوت عندهم هذه الخبرة. زائد أن حتى هذه الأطباق يبيلها أعداد مسبق، يبيلها تجهيز، يبيلها تكنيك معين لازم يتعلمونه، وهذا تكنيك شيفس مو تكنيك. لكن لما يكون جاهز أنا ممكن أسوي هذه الأطباق يوميا، منها تصير سهلة علي ومنها يصير فيه تنوع. شو تقول لي أعطيني أفكار؟ كان أعطيها صلصة الفلانية، مادر صوص الفلاني، ما أدري شنو. كان تقول لي أوكي، خلص هذا اللقاء. بعدها دقت علي كان تقول لي تتعاونين ويانا، تدخلين معنا في موضوع التصنيع الغذائي؟ قلت لها أنا شيف، أنا أعرف أطلع وصفات، أبتكر، أو ممكن وصفات موجودة أنا أطور عليها. تصنيع غذائي أنا ما درست هندسة غذائية. قالت لي تتعلمين، إذا أنت عندك استعداد تتعلمين. حركت سنس الشغف مال التعلم هذا عندي، قلت لها أتعلم. وفعلا دخلت معاهم في المصنع وعرفت أساسيات التصنيع وشون تختارين المنتج وأي موسم تختارينه وليش تختارينه، يعني نوعيته وأي بهار يركب وياه وشون نسبة الماء وشون نحافظ عليه مدة طويلة بدون مواد حافظة وشلون تركيبته وشلون ينحط في يعني بطول زجاج ولا بطول معدن ولا كل هالتفاصيل. التصنيع الغذائي دخلت فيها مع منتج واحد ونزل المنتج نجح. النجاح ماله كان مفاجأة بالنسبة لي. فكلمتني مرة ثانية، شنو أفكار جديدة؟ قلت لها وايد، تبين أقول لك وايد؟ تقول يلا. فعلا بديت عقد معاهم وبديت أشتغل أطلع منتجات. يعني عقبها قامت ظاهر الموظفين اللي يطلعون من الشركات أو شركات التسويق يشوفوني أنا أشتغل، فword of mouth ناس تنقل حق ناس، فقامت تجيني مصانع ثانية خارج الكويت، مصانع عالمية، تعالي فكرينا منتج كذي، تعالي بنسوي الكتيب الفلاني، شنو الأطباق اللي الناس تحبها من خلال هذه المنطقة، السعودية شو تحب، أهل البحرين شو يحبون. عندي هذه الثقافة لأني أنا مطلعة وقاعد أشتغل في أكثر من مكان، ومجال الاستشارات فتح لي لما بديت بالاستشارات فتح لي هذه الجزئية. فهني خلاص التصنيع الغذائي صار واحد من الأشياء اللي أنا أوريدي امتهنتها، ولكن لأنها مصانع كبيرة فهي دائما تحطك في شروط معينة أن اسمك ما يطلع، أهم شيء المنتج يطلع، أنت ليش حقوقك المادية، ولكن اسمك ما يطلع لأن هذا مصنع كبير وعلى مستوى العالم، فيطلع الكريدت كمنتج جديد حق المصنع ما يطلع حق الشيف اللي هذا، ولكن أنت استشاري تطوير غذائي عندنا. وما بالبداية لما تكونين داشة شيء أنت أصلا تبي تتعلمينه ما يكون عندك مهم أن اسمي يطلع، كثر ما أن أنا أتعلم وأنا أنتج وأثبت وجودي. الحين فضل الله أنا مستشار حق أكثر من مصنع على مستوى العالم والخليج، ومستشار أهم الناس يعني مشاهير اشتغلت معاهم وطلعت لهم منتجات مصانع. كورونا كانت الويك أب كول إن هنوف يلا لازم تبدين أنتي تطلعين منتجات باسمك، فإن شاء الله بالخطة في إن أطلع منتجات إن شاء الله باسمي إن شاء الله. سألتش على الكوردن بلو ما جاوبتك. قلت لك الكوردن بلو هي جت في المرحلة اللي أنا بدرس فيها تاريخ المطابخ. عشان أدرس تاريخ المطابخ لازم أروح أدرس في الكوردن بلو، لأن هي تعتبر أول مدرسة طبخ عالمية
ولها عدة تخصصات، يعني هي داخلة في النيتريشن وداخلة في الدايتيشن وداخلة في المطابخ الرويال، داخلة في وايد تخصصات، لكن البيس لازم تاخذينه. فقررت اني انا ادرس عندهم عشان يكون هذا المنهج معترف عالميا. فانت اذا بتروحين حق الراس، بتروحين حق المؤسسين. فرحت لهم قلت لهم انا ابي ادرس، فقالوا لي لازم تردين تدرسين الجراند دبلومه اللي انا اوريدي مخلصتها من جديد عشان تقدرين تكملين وتوصلين تدخلين في تاريخ المطابخ. فبديت وياهم من الصفر. هذه المرحله اللي اقول لك بديت فيها كطالبه مع تينيج، وانا معدي العمر، ما حد كان اصلا مصدق عمري وليش داشه. كنتي اول كويتيه تروح هذا المعهد؟ لا انا في المرحله اللي انا بديت فيها كانت بعد مسيح الخير شيف عادله الشرحان، كانت هم دارسه فيها. بعدها في شباب بدأوا يدخلون وايد يعني، بس كبنات اتوقع انا وعادله اول الناس اللي دخلوا في المجال، واول ناس يعني خذوا شهادات في من الكوردن بلو. مع ان هي بعد خل اقول لك شغله، الكوردن بلو في الجراند دبلومه اللي تاخذين فيها الشهاده الكبيره، ولكن في كورس بيسك، يعني في ناس يروحون ياخذون بس الكورس الرئيسي الاساسيات ما يكملون، عرفتي؟ ويعطون الشهاده عليه. انا صراحه ما ادري اذا شيف عادله ماخذه الجراند ولا البيس، بس انا ادري انها هي ماخذه في الكوردن بلو. وفي ناس كملت وفي ناس خذت بس الاساسيات وهي تروح تطور. انت من اللي كملوا؟ كملت اخذت الجراند دبلومه، وبعدها عاد اخذت تاريخ المطابخ، والحين في مرحلة اللي هي تكوين الرسالة أو تأسيسها. بس أنا داشة فيها تاريخيا، لأن مثل ما قلت لك الإقليم عندنا كبير، فلازم تبدين تدرسين تاريخ المنطقة مو بس تاريخ المطابخ عشان تعرفين. وإحنا للأسف مو كل شيء مدون عندنا، يعني هذه من الأشياء اللي تعبت في أني أنا أكون تحليل أو خلينا نقول استنتاج من مرحلة زمنية. يعني أنا قعدت أطالع البضايع اللي كانوا يبونها التجار من 1780 عشان أعرف شنو نوع المنتجات أو الأطباق اللي كانت الناس تستخدمها. فبديت أشوف في منتجات إنه يعني إحنا هذا الطبق كان موجود عندنا من 300 سنة، مع إن 300 سنة كانت الحالة المادية حق الديرة بسيطة، ما كان في نفط، فكان الناس قوت يومها السمك واللحم اللي هو متكون من يعني وين اللي يذبحون الذبايح، وإذا يذبحونها يملحونها فيصير القرف، فمو الكل يطبخ، وحتى القرف له طريقة معينة في الطبخ. فشنو السائد اليومي؟ الماش، العدس، السمك. وفي ناس اللي مرقت الهواء، يعني الخضرة اللي موجودة عندهم، شنو نوع العيش اللي كان ييهم، شنو نوع القمح اللي كان يستخدمونه، هل كان في قمح؟ هاي التفاصيل بديت أجمعها من خلال البضايع، يعني المستندات اللي طلعتها في البضايع اللي كانت تدخل السوق الكويتي وكانوا التجار يبونها، بالإضافة حق رحلات الغوص، بالإضافة حق تغيير النظام السياسي اللي صار في المنطقة هذه. يعني إحنا كنا دويلات مختلفة، الكويت كانت أول دولة بمعنى دولة ومؤسسات في منطقة الخليج، لكن باقي الخليج كان لا، يعني حتى المملكة العربية السعودية ما كانت مملكة عربية، كان شبه الجزيرة، وكان في كل قبيلة ماسكة منطقة معينة وماسكة تجارة معينة. هم هذه كانت لها سيستم مختلف في موضوع المنتجات اللي كانت تطلع، ومن خلال المنتجات والطبيعة الجغرافية والحالة الاقتصادية هم طلع لش أطباق معينة، فتعرفين أن التاريخ هناك كان غير. يعني هذا كله إن شاء الله إحنا متشوقين أن نشوفه في الرسالة القادمة إن شاء الله بإذن الله. هذا راح نسوي لها حلقة خاصة بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. هنوف كلمتينا على الكتاب اللي إن شاء الله قادم، وكلنا متشوقين أن نعرف تاريخ الأكل في إقليمنا. لجانب آخر هم شفته من خلال الإنستغرام وسمعت عنه من خلال الأشخاص اللي راحوا وياك رحلات، تسوين رحلات وتعلمين الناس في بلدان أخرى، تعلمينهم على أطباق من هذه البلدان، تفتحين حتى الناس اللي مهتمة والغير مهتمة حتى في يبون يروحون يقعدون وياك. هذا الجانب في جانب أكل وفي جانب تنمية، صح؟ ممكن تشرحين لي الجانبين لو سمحتي؟
أنا قلت لك أنا بديت مع دكتور صلاح الراشد من عمري 16 سنة، وبديت الرحلات معاه من عمري تقريباً 24 سنة. جانب الرحلات أثراني بالإضافة حق الرحلات اللي أنا كنت أسافرها مع أهلي، فتعلمت فاستوعبت أن السفر وايد يثري في الإنسان لما هو يبدي يكتشف ثقافات ثانية، يكتشف شخصيات ثانية، يكتشف مذاقات ثانية. فسنة 2016 أنا كنت كان عندي شركة وفليت هذه الشركة، وحسيت أني أنا أبي أسوي شيء جديد. ما أدري ليش جت في بالي موضوع الرحلات، أخذ جروبات وهذا الجروب يروحون يتعلمون الطبخ، لأن كان وايد الناس حزتها تسألني شنو أحسن مدارس طبخ، وين نروح ندرس، شو نسوي. فقلت أوكي فكرة حلوة أني أخذ جروب ووديهم يروحون يتعلمون طبخ في بالديرة اللي احنا بنروح لها، وبنفس الوقت يكتشفون أنفسهم وهذا الجانب اللي فيهم، اللي هو جانب الشغف أنه هو يبي يصير شيف أو يبي يصير طبخ، من خلال الديرة اللي بنروح لها وثقافتها. أوديهم مصانع، أوديهم حق مطاعم، أوديهم حق مزارع. فقعدت أفكر شو سميها، فسميتها اكتشف الشيف في داخلك. هذا الشيء كان عندي هدفين، لأن هنوف اللي وصلها حق هالمرحلة إن هي كانت تسافر وكانت تكتشف الناس، تعرف على الناس وتكون صداقات، وبنفس الوقت تروح تكتشف مذاقات جديدة، أطباق جديدة، مطابخ جديدة. فهذا بحد ذاته فيه متعة، وأنا مؤمنة في إن العلم لما يكون يعني طريقة التعليم لما يكون فيها متعة تكون وايد مثرية للشخصية على وايد أبعاد. بالإضافة حق شغفي في موضوع التنمية، أني أنا أنمي هنوف. أنا ما أشوف نفسي محاضرة، ولا أشوف نفسي كوتش، ولا أشوف نفسي معلم، لا، بس أنا ممكن في مجالي كشخصيتي كشف ممكن ألهم الناس في هالجزئية. زين شلون؟ أنا ما عندي هذا الكاركتر اللي أوقف على ستيج ولا أوقف قدام طلبة وأشرح. أوكي قدام ناس أعلمهم طبخ فنانة، أعطيت شخصية تينن، لكن أني أنا أكون أعلم الناس جانب الإنساني والنفسي لا. فحسيت أن السفر هو أحسن شيء أعلمهم، لأن السفر يطلعش من دائرة الأمان والكمفورت زون اللي أنت متعودة عليها، ويثري ويخليش تنتبهين. وإذا بتعلمين أنت أصلا رايحة تستكشفين وتعلمين، فأنت مستعدة، فاللي جايني هو مستعد يبي يكتشف، فجاهزية الاستعداد هذه أنا خالصة منها. فهني قررت وسويت أول رحلة حق تركيا، وراح وكانت رحلة نسائية بحتة، يعني مع أن أنا كنت فاتحة حق الكل، بس راح ويانا ولد واحد ويا أمه والباقي كلهم حريم. لما سويت هالرحلة أنا تعلمت أكثر من ما أهم تعلموا. أنا من النوع اللي أدون يوميا، عندي مذكرات اليومية، شنو تعلمت اليوم، شنو كانت مشاعر اليوم، شنو اللي أنا قاعدة أمر فيه اليوم، شنو اللي بسوي باكر. فلما رديت عقب الرحلة، مع أنها كانت حيل يعني أنش أنتي تنظمين وأنش أنتي ترتبين، وأنا عادة ما أعتمد على شركة سفريات، أنا أروح وأكتشف وأحط جدول كامل وأقرر وين بوديهم وليش بوديهم. إذا بروح مزرعة شنو فيها مميز، إذا بروح مصنع شنو بيتعلمون فيه، بروح أدور مدرسة طبخ ليش مدرسة الطبخ هذه وشنو بيتعلمون فيها. ووايد في ناس عندهم شغف الطبخ ووده يدخل مدرسة الطبخ، بس ما عنده القدرة المادية ولا عنده الوقت، لكن في 5 أيام في أسبوع ممتع إن الواحد يسوي. بالإضافة حق الأشياء الثانية اللي أنا بعلمهم إياها من خبرة هنوف، لما نقعد لما نسولف شلون سويت المخبز الفلاني، شلون قدمت، يعني أنا تنوعت في مجالي، في كتب، في تصنيع غذائي، في استشارات، هذه كلها أي واحد جاي مهتم في هذا المجال. واسم الرحلة مشوقة، اكتشف الشيف في داخلك، أكيد أصلا أنا راح أتعلم منهم، لأن أنت خلقتي بيئة تجمعين فيها كل الناس اللي يحبونها، وبرا الاكتشاف يكون غير. فرحت أول رحلة كانت جدا مثرية، وتفاجأت بالشخصيات اللي يوني، يعني يحتني واحدة أشهر من نار على العلم، هي مؤسسة أول مخبز عندنا، أنت حتى جايبة منه ووايد. فصار فيني أنت جاية وياي عشان تتعلمين في مدرسة الطبخ الفلانية، وياي ويا هنوف، شنو هالتواضع
وشنو هال يعني الامتيازات اللي الله خصني فيها اني انا اتعرف على هالناس هذه. كانت رحله جدا مثريه، بعد فيها بعد انساني، فيها بعد ثقافي، فيها بعد تعليم، فيها مرح يعني، حتى المواقف اللي تصير فيها. وهم كان ممتنة حق دكتور صلاح، لأن لما أنا مسكت الرحلات وياه تعلمت التنظيم، تنظيم الرحلات، الترتيب، الحجوزات، شلون تشيكين على الفنادق وتشيك إن وتشيك آوت وكل هالتفاصيل، وبنفس الوقت أنتي مبتسمة وأنتي قاعدة مع الناس وحاضرة، وشلون هذه المهام توكلينها حق منو على أساس يصير في عندك وقت تسولفين، والتفاصيل الصغيرة اللي الناس تبيها في الجروبات، هذه كلها تعلمتها من رحلات دكتور صلاح. فبعد ما نجحت الرحلة هذه صار في طلب، شنو رحلتك الجاية؟ يلا احنا مستعدين نروح. صار عندي تحدي أكبر، ها في رحلة جاية، وين بوديهم؟ فسألت نفسي شنو الرحلة اللي تثريني؟ شنو الديرة اللي أنا أصلا يعني من صغري أثرت فيني؟ فالهند، لأن أنا أبوي الله يرحمه كانت عنده أصدقاء وتجارة، فكنا وايد نسافر الهند، فصار فيني الهند. لما قلت الهند تفاجأت أكثر من الناس اللي تبي تروح الهند وخايفة تروح الهند بروحها، يعني يوني ناس يبون يروحون الهند ويكتشفونها وخايفين من أن يروحون الهند بروحهم، ما كان هدفهم لا طبخ ولا هدفهم هنوف ولا هدفهم إلا الهند. في ناس لا تبي تتعلم الأكل الهندي، الله يصيب الخير أستاذ أنا أسميه أبوي الكبير يعني سليمان القصار، هو كان ضيف وياي بهالرحلة وايد أثراها وأثراني أنا. طبعا أنا تعرفت عليه ببرامج من قبل ورحلات وبزنس، شفت الجانب الإنساني اللي فيه وحسيت أنه فعلا هو قريب مني وحسيت أب روحي لي. فلما قلت له بنروح قال لي والله يا بنتي أنا ما رحت الهند بس إذا وياك بروح. فهذه كانت بالنسبة لي إضافة. فلما رحنا هناك كانت تحديات، يعني من الأشياء التحدي أول يوم وصلنا الهند قررت تغير عملتها الرسمية، أول يوم وصلنا كانت تخيلة يعني كان هذا أكبر تحدي، فالناس ما عندها كاش تصرف، وأنتي رايحة الهند مو كل مكان في مولات، ماخذتهم 5 مناطق، إحنا 14 يوم تنتقلين من منطقة إلى منطقة إلى منطقة، فالناس تبي تتحرك في الكاش، فكانت عندي أزمة كاش لأن الـ ما في كينت، ما في شو اسمه سحب آلي، ما في بنوك فاتحة، صرافين ما يصرفون لك، واللي بيصرف بيستفيد منك بزيادة عن السعر اللي متوقع، فكان هذا أكبر تحدي بالنسبة لي. يوني ناس كبار في العمر، تفاجأت من أعمارهم، تفاجأت من أوزانهم، إن أنا هذا شلون بنقلهم بالباص حق كل منطقة بنقعد فيها 3 أيام؟ إيه لهم احتياجات خاصة شوية مختلفة. هذا كان تحدي بالنسبة لي. المساعدين اللي كانوا بيطلعون وياي من الكويت يوم السفرة صارت لهم ظروف ما حد راح يروح وياي، وأنا كان عندي عدد 45 شخص، يعني هذه الرحلة كان فيها عدد كبير، فشلون أنا راح أقدر أدير 45 شخص ب5 مناطق بباصات وفي الهند، شلون تقدرين تديرينهم؟ هذا كان تحدي كبير بالنسبة لي، لأن تدرين أمانهم الصحي، أمانهم المادي، هذا كله بذمتك انت، ما دام انت منظمه هالرحله فانت مسؤوله عن وايد تفاصيل، بالاضافه حق تفاصيل الحجوزات والباص والمطاعم، وهي رحله اكتشاف اكل. والهند اصلا اول سؤال سالوني نطعم، قلت لهم ليش؟ قلت لهم انا من عمري اروح الهند عمرنا ما طعمنا. فهني استوعبت ان لا، الناس عندها تخوف على طول، كان راح اسوي هيلث انشورنس، قلت حق اي ايمرجنسي كيس، ففتحت لي وايد افاق. هني عرفت قيمة التنمية البشرية اللي أنا اشتغلت عليها طول هالسنين وكنت أتعلمها، شلون خلتني أنا أتعامل مع شخصيات مختلفة، طبايع مختلفة، أخلاقيات مختلفة، اهتمامات، أعمار مختلفة، وشباب. يعني هذه الرحلة طلعوا وياي تقريبا 8 أو 9 شباب، في ناس كبار في العمر وفي ناس صغار. إنش أنت تسوين رحلة فيها شباب وشون يتعاونون، شون تدمجينهم، وشون تونسينهم في الباص، تعلمت تفاصيل ما كنت منتبهت لها، ان الناس بعد فتره من الميانه ممكن تفتح مواضيعها الخاصه وتنقلب الرحله ماساويه. عرفتي لما الواحد يبدي يفضفض ويفتح؟ صارت وياك؟ صارت وياي. شلون يعني ممكن تقلب ماساويه؟ وضحي لو سمحتي. انت لما تطلعين من دائره الامان تواجهين نفسك، ولما تقعدين مع شخص غريب ما يعرف عنك اي شيء
عندك استعداد انك انت تفتحين، لانه ما راح يحكم عليك، هو ما يعرفك. فانت لما تفتحين قصص حياتك اللي انت قاعد تدورين لها حلول، او انت كنتي تشوفينها من زاويه معينه، هذا البعد الثاني اللي يخليك تشوفين موضوعك من زاويه ثانيه يخلي يطلع مشاعر معه. فلما تطلع المشاعر مو دائما تكون تحت السيطره، فممكن تطلع مشاعر خوف، ممكن تطلع مشاعر غضب، ممكن تطلع مشاعر حزن. فانت تخيلي انت مع جروب، فانت تاثرين وتاثرين. فانا بديت انتبه ان في ناس بدت تتمين، فصار فيني يلا نبدل الاماكن عشان نشوف الحياه بزاويه اخرى. هذه ما كنت انتبه لها، هاي تعلمتها في التنميه. لما كنا نحضر كورسات دائما كانوا يقولوا لنا لا تقعدون نفس، يعني بين كل 10 دقائق او ربع ساعه يحركونا في الوركشوب، غير مكانك، شوف الزاويه من مكان ثاني. فصار فيني ها اوكي، عشان ما تطيح الميانه وما يفتحوا مواضيعهم الخاصه نبدل اماكنهم، يلا نسوي مسابقات في الباص، يلا نسوي تحديات. هذه كلها طلعت فيها نوف من سبب التنميه اللي هنوف اشتغلت فيها على نفسها. بالاضافه ان يونج كلهم عشاق للطبخ، وعشاق الطبخ دائما انا اشوفهم بنظرتي عندهم مشاعر اعلى من الناس اللي ما تحب الطبخ، لان الطبخ يحرك وايد احاسيس فيك، وايد ذكريات، احاسيس وحواس، وحواس وذكريات، ذكريات الطفوله، ذكريات المراهقه، ذكريات السفر، ذكريات الدراسه، ذكريات المناسبات، كلها فيها اكل. والمذاقات لما تحركينها ترجع الذكريات تطلع مره ثانيه. فكلهم، وبالاضافه ان اغلبهم عندهم البزنس مالهم او عندهم تجاربهم، انت ما تتخيلين الكم الجميل اللي يصير بالحوارات اليوميه، اللي السمر الليلي لما نقعد ونسولف. وداود كان بحد ذاته هذا يعني تاريخ ما بين الفن وما بين خبرته في الطبخ. ولما نقول لهم يلا في المنتجع الفلاني ابو داود بيطبخ لنا، فتشوفين الكل يقوم يشارك. لما نروح مثلا حق احتفالية معينة ونلبس كلنا نفس الزي وندش، فكانت رحلة ثرية يعني فيها أبعاد إنسانية غير الثقافية والترفيهية وموضوع الطبخ. هني حسيت أن هذا لازم يكون. وأنا يعني لما رديت وقالوا لي أنت قلتي كذي، أنت سويتي كذي، أنا لما شفت شلون مر التحديات وهم ما يدرون عنها وأنا أنجزتها، شلون فهمت أنه هذه راح تتعب، فأنا لازم أغير الخطة الفلانية عشان ما خليها تتعب. جبت مصورة عشان توثق لهم كل تفاصيلهم، الهند بلد جميلة وفيها تفاصيل حلوة. قلت لهم من مميزات الرحلة أن تكون وياكم مصورة أي مكان. أصلا أول ما يعني من شروط الرحلة قلت لهم لا تجيبون لبس، اشتروا من هناك، وهذا المفروض حق الهند صراحة. وعيشوا عيشوا الأجواء الهندية، لا تثقلون على نفسكم. فشفتي هالتفاصيل تعلمك حدودك في الكلام، حدودك في الأكل، تعلمك وايد عن نفسك. أنا عن نفسي في كل رحلة قاعد أتعلم شيء جديد فيني، فما بالك أهما. وبعدين لما بين وأنت قاعدة بالسمر تسألين سؤال، تفتحين عندهم لمبة معينة أو فلاش معين، هني أحس أن الجانب التنمية اللي أنا اشتغلت فيه على نفسي أقدر أفيده بطريقة بسيطة، بطريقة لطيفة، ما أدش وايد. أنا أشوف نفسي مرشد في هالجزئية، ما أشوف نفسي معلم. والرحلات أثبتت لي هالجزئية، فكانت من أحلى الرحلات وأمتعها. اكتسبتي صداقات من خلال هذه الرحلات دامت معك؟ إي أكيد. أنا من عمر، لأن إحنا قلت لك كنا نسافر وايد، فكان عندنا أصدقاء خاصة من الهند، يعني أنا عندي وايد أصدقاء هناك. بس لما بديت أسوي الرحلات في كل ديرة صارت عندي، في أوروبا عندي، في تركيا عندي، في الهند عندي، في شمال المغرب عندي، وهاي ومو معارف، يعني مو ناس أعرفهم في الديرة الفلانية أيهم لما أكون، لا صداقات. صداقات بمعنى شنو تعني لك الصداقة؟ سألتي عن شيء عظيم. الصداقة هو شخص أو ناس يصدقونك مع نفسك إذا صدقتيهم. هي أنا بالنسبة لي كذي. لا نبسطها لو سمحتي. يعني الصديق هو الشخص اللي أنت تختارينه وتكونين صادقة معاه، فنش تنكشفين على حقيقتك معاه. يعني ممكن أهلك ما عندك الجرأة تكونين مكشوفة، لأن في وايد اعتبارات بينك وبين الأهل، وفي أحكام، في أحكام.
فعشان كذي ما أقدر أكون متجردة 100%. زائد أنا ما اخترت أهلي، أنا انولدت في هذه الأسرة أو هذه الأم وهذا الأبو وهذا الإخوان، فما كان اختياري. لكن الصديق أنا أختاره، فلما أختاره جزء منه كبير أني أنا أكون مكشوفة قدامه وشارك أفكاري، وشارك همومي، وشارك طموحي، أشارك حتى خيبات أملي، أشارك حتى عيوبي. وايد مهم أنه يكون ما يحكم علي، ما يشوفني ناقصة. طبعا هذه مفاهيم الصداقة يعني تدرجت إلى أن وصلت حق هذا التعريف لها، أو هذا خلينا نقول البعد القيمي لها. لأن مفهوم الصداقة، أنا أبوي عنده وايد أصدقاء ووايد جنسيات، هذه تعلمتني أن أنا أكون منفتحة على الأصدقاء. بس تدرجت إلى أين وصلت حق مرحلة هني عرفت أن لا، في شيء أعمق من أن يكون أنا عندي صديق أشارك الضحك والسوالف والسفرة والراحة والقعدة، وروح وياها مطعم وروح وياها كافيه. لا، صديق أناقشة فكري، أناقشة الأسئلة اللي تدور في راسي وأخاف أسألها أي أحد ما يحكم علي، أناقشة في خطأ أنا سويته أو في تصرف سويته ما أدري هذا التصرف كان خاطئ أو كان صحيح، ويناقشني ويقومني. أشارك المخاوف اللي عندي، أنا عندي خوف من الفوبيا معينة أو فكرة معينة أو ما أدري. يعني أنا واحدة من صديقاتي من كثر ما هي أثرت حياتي، عذاري جحيل، عذاري عطتني الصداقة في يعني خلينا نقول منظور جديد. أنا قبلها كنت مجروحة من صديقة وقررت أني ما أبي أصدقاء، كانت أتعس سنتين في حياتي أني أنا أعيش بدون أصدقاء، لأن أنا كانت عندي يعني الصديق. أنت ربيتي على هالشيء. إيه، وأنا من بد خواتي وايد عندي أصدقاء، لكن أمي شوي منغلقة وياي من بيئة ما فيها أصدقاء وايد، وعندها صديقات محدودين، خواتي وبنات خالتي وبناتي، ما أطلع من هذا المحيط. أنا لا، أنا منفتحة على بنات الإيران وبنات المدرسة وبنات أصدقاء أبوي، هذه التفاصيل مهمة كانت بالنسبة لي. بس حزتها كنت قاعدة أتعلم معنى الصداقة أكثر، إلين انجرحت من واحدة من صديقاتي وقررت أني أنا ما أبي أصدقاء، لدرجة أني أنا تعبت يعني دخلت المستشفى، تأثر صدري في الموضوع، صار معي التهاب. فهني فهمت أنه لا، أنا أبي معنى جديد حق الصداقة. فكنت أكتب، أنا من نوع اللي أدون، قلت لك فأكتب أبي صديقة أقول لها كذي وما تحكم علي، أبي صديقة تفهمني بها. فطلعت لي عذاري، بعد ما طلعت لي دخلنا في عمق في الصداقة جديد. ما في شروط، ما في أحكام، ما في توقيت. يعني تقول لي بكلمك بعد دقيقة، عادي تقطعني يومين، إيه، وما يحوشها تأنيب إنها ما كلمتني، ولا يحوشني قلق إن ليش ما دقت. فكان في بعد جديد في الصداقات. بعدين بدأوا، من بدأت تتوضح علاقتي وياها بدأت أوسع الدائرة، أطلب. أستأذنك بس شرحي لي البعد الجديد. البعد الجديد صار عندنا عند مرحلة التفكر، إن أنا عندي أفكار من زمان أنا أفكر فيها، بس أنا أخاف أناقشها مع أي أحد عشان أحد يحكم علي. فهي سالفة تير سالفة تير سالفة. بعدين أنا أحس إن في مرحلة من العمر الكل يدخل أو الكل يوصل حق مرحلة التساؤل، الأسئلة الوجودية، من أنا، ماذا أريد، من الله، شنو المطلوب منا، شنو رسالتي في هذه الحياة، ليش أنا عايشة. هذه أنا عندي قناعة أن الكل يمر فيها، هذه أسئلة وجودية طبيعية. بس منو اللي تقدرين تسألين وتفتحين معاه بالأسئلة، وخلنا نقول ممكن تشطحين بالأسئلة بدون ما هو يعني يخوفك، بدون ما هو يحكم عليك، بدون ما يحطك في إطار، بدون ما حتى ممكن يمشي ويتكلم عنك، أنت عندك تساؤلات. هني كان في مرحلة بحث، هني كان في نقرأ، هني كنا ندور بالسيرش. عاد بدأ الحين موضوع السيرش، اللي قريتي حق الكاتب الفلاني، سمعت الكتاب الفلاني يتكلم في فيلسوف يقول كذي، في هني قمنا نفتح. بعد ما فتحت أنا وياها حسيت إنه عقلين بس قاعد يفكرون، زين what if صار ثلاثة، what if صار أربعة. فبدأنا نحط نوايا، نحط نية إنه خل توسع هذه الدائرة، إذا في ناس عندنا يشبهون أفكارنا نبيهم يطلعون. فبدأوا يطلعون، هني بدأنا نفهم إن ها في ناس في جزئية اسمها توأم روحي،
توأم روحي، مو شرط رجل أنا أحبه، لا توأم روحي ممكن تكون أختي، أمي، صديقة. في ناس متشابهين معاي في الفكر، في الرسالة الروحية اللي أنا جاي أعيش فيها في الحياة، فبدأوا يدخلون. دخلت مريم، دخلت أمل، دخلت ألاء، دخلوا بدأوا يدخلون. هذا كلها قام يثري، يثري قيمة الصداقة. لما بتنصحين بنية بدت بداية من بيت منغلق مثلاً، شلون تنصحينها وهي عندها تخوف جدا شديد من موضوع الصداقات للأسباب اللي أنت كانت تخوفك من هذا الموضوع في هذاك الوقت؟ ممكن شلون أختار الصديقة الصحيحة اللي تناسب فكري وتناسب بيئتي، وممكن هذه أشوفها تكمل معاي الطريق، وممكن أقول لا هذه رفيجة الهبة، وبعدين شلون تختارين الصديق؟ بأول سؤال سألتيني إياه، شنو مفهوم الصداقة بالنسبة لك؟ إذا عرفتي مفهوم الصداقة بالنسبة لك، راح تعرفين أنت شلون قاعدة تطالعين الصديق. بعدين تبدين تحطين أنا شنو أبي في هذه الصداقة. يعني أنا كنت أبي هذا الجزئية، قلت لك قعدت وأكتب أبي صديقة تكون يعني مثقفة. أبي حزتها كان حتى مصطلحاتي أبسط من البعد اللي أنا الحين أشوف في مفهوم الصداقة، اللي هو البعد الروحي وكذا. كنت أقول لا، أبيها مثقفة، أبيها قارئة، أبيها ما عندها أحكام على الناس، أبيها لطيفة، يعني مو دفشة في الكلام، عندها انتقاء الكلمة، يعني أبيها تقدر ظروفي. كنت أقول هذه الأشياء البسيطة. فتقدر تحط هي بعد ما تعرف شنو مفهوم الصداقة، لأن إحنا أغلب المفاهيم مالت أشياء، يعني القيم اللي تكونت عندنا أخذناها من بيئتنا وأخذناها من تجاربنا البسيطة اللي عشناها، فالقيم أصلا تتشكل بهالطريقة. فأنت أي شيء تبينه كقيمة سألي نفسك أول شيء، هو شنو يعني لي؟ فقيمة الصداقة شنو هي؟ شنو تفسيرها بالنسبة لي؟ لما تفهمين تفسيرها تبدين تقيمينها، فتعرفينها إيجابية ولا سلبية. وإذا عرفتي إيجابية ولا سلبية، عقبها تروحين تقولين طب أنا الحين شنو بضيف عليها؟ شنو اللي أنا ناقصني فيها؟ فهني تعرفين شلون تحطين قيمة الصداقة اللي تبينها. بعدين انفتحي على الناس، لا تصير منغلقة. الانغلاق ما رح يعطيك مساحة للتجربة، والتجربة هي خير برهان، هي اللي تعطيش مجال. عادي ان احنا ننجرح من الاصدقاء، عادي ان احنا ننخذل من الاصدقاء، عادي ان احنا ما نفهم بعض الاصدقاء. هذا الطبيعي، هذا تجارب الحياة الطبيعية، مو بس من الاصدقاء، من كل شيء في الحياة. كل شخص بيمر حياتك متوقع منه يكون هالشيء، بس هذا اللي راح يزيد النضج، هذا اللي راح يزيد انت شنو تبين، لانه في كل شيء في الحياة نسبي، ما في شيء قاعدة ثابتة. فانا شنو اللي ابي، ما راح اعرف اني ابي ولا ما ابي لما اجربه. لما تقولي لي ذوقي هالشغلة، تقولي لي لا ما أحبها، إذن جربتيها؟ لا ما جربتها. إذن على أي أساس حكمتي؟ فلازم نجرب، لازم نمر مراحل التجربة هذه عشان نوصل. فأنا بالنسبة لي الصداقة كانت إن يكون عندي وايد ناس من كل الجنسيات أعرفهم، ويكونون طيبين ويكونون حلوين بناء على البيئة اللي أنا عشتها. بعدين بديت أسمع من أمي، بديت أسمع من خالاتي، فكونت إن ديري بالك بس لا تعطينها سرك، ديري بالك بس فهذه بدت في اللاوعي موجودة لما عشت التجربة. بعدين عرفت شنو اللي مسموح أقوله واللي مو مسموح أقوله. بعد ما نضجت أكثر عرفت إنه لا، هو هذا مفهومهم، قناعتهم مو قناعتي. يعني أنا إذا بغيت صديق ممكن يكون هو أصدق معاي من نفسي راح ألقى. إذا أنا أبي صديق هو يقبلني في كل مراحلي وفي كل حالاتي وأمزجتي وعيوبي راح ألقى، لأن هذه قناعتي. والله سبحانه وتعالى يقول أنا عن ظن عبدي بي فليظن ما شاء، إن كان خيرا فلا وإن كان شرا فلا. فمن ضمنها هذه الأشياء قيمة كل شيء، سواء زوج، سواء صديقة، سواء عمل، سواء كل شيء. فمن هذا المنطلق لما أجرب وأبدع أكتشف نفسي. فلما تعرفين نفسك راح تعرفين شو تبين. لما تعرفين نفسك راح تعرفين شنو تبين. بالضبط. هذا الصراع اللي تمر فيه البنيات والشباب اللي أصغر منه وقاعد يبحثون عن نفسهم. وين ممكن، شلون الواحد ممكن يبحث عن نفسه؟ وين ألقاني؟ في كل مرحلة بثينة تدورين نفسك في شيء لين توصلين داخل. كل شيء تبينه راح تلقينه داخل، بس احنا انخلقنا كذي. يعني حتى الله سبحانه وتعالى لما يقول يولد المولود على الفطره،
فأبواه. الفطرة المقصود فيها كل الداتا، كل المعلومات اللي احنا محتاجينها موجودة. يعني لو انت عايشة بروحك ما عندك أحد، راح تلقين كل المعلومات بدليل الأيتام لما شافوهم وصلوا حق مناصب وشافوهم ابتكروا، وهو ما عنده أحد يحتويه ولا أحد عنده يربي، وهو على فطرته، ويقولون هو على فطرته قدر يوصل حشي. فمعناته احنا موجودين في هذه الحياة عندنا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها، الله سبحانه وتعالى خلقها فينا، اللي هي كل المعلومات اللي تهيئ الإنسان هذا شلون يعيش هذه الحياة. ولكن نبدي احنا ندخل في دائرة أبواه، المقصود فيها المجتمع اللي احنا عايشينه، يهودانا، والمقصود فينا يبرمجونا. فاحنا من الطبيعي ان ندخل في مرحلة نتبرمج على حسب البيئات والتجارب اللي احنا نمر فيها، إلين نوصل حق من أنا، ماذا أريد، شنو رسالتي في الحياة، شنو بسوي. فإحنا نقول لهم انفتح الحياة، جرب، اسأل السؤال 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 السؤال. من الأشياء اللي سوت نقلة نوعية في حياتي لما بديت أسأل، يعني أتوقع أن أغلبنا في جيل أمهاتنا لما كنا نسأل بس لا تسألين، إيه عن اللقافة، هذه سوالف حريم لا تسألين، حتى على أتفه الأمور، أو إذا قالت ليش لا، إنزين ليش لا، مو شغلك لا وبس. هذه كانت أنا بالنسبة لي يعني كأن طوقي خنقني، أبي أعرف ليش لا. فالسؤال هو اللي خلاني أنفتح حق العالم، ليش وشنو وشون ممكن يصير وشنو بعد ما يصير، لين فهمت أن السؤال أو بالأصح الإجابة في قلب السؤال. لأن القدر الله سبحانه وتعالى حط له نظام أن اللي تطلبينه هو اللي راح تلقينه. فلما تسألين صح راح تيجي إجابة صح، ولما تسألين غلط راح تيجي إجابة غلط. فأنا دائما أقول لهم سألوا، لا تستحون، لا تخافونكم تسألون. والحين إحنا في عالم ثورة معلومات، فأي إجابة تبونها راح تلقونها، ويمكن راح تلقون مليون إجابة على سؤال واحد. اللي يرتاح لقلبك وتحس إنه مناسب لك وأقرب لك في هذه المرحلة، مو شرط يكون في المستقبل، أخذه. أهمية الصداقات، شلون انقلتك من حال إلى حال برأيك، وش كثر كان لها أساس من إن أنت ربيتي في هذه البيئة اللي كان فيها صداقات الوالد وصداقات السيدات اللي حولك بالمجتمع، وهذا الشيء شفتي أهميته وكان وايد أساسي لأنك تبحثين عنه. من ضمن الصداقات اللي أنا مريت فيها لما بديت يعني أعرف أنا شنو أبي في الصداقة، قيمة الصداقة، بديت ألتقي بشبيهات روحي، أنا أسويهم توائم روحي وناس تشبه روحي. لما جيت أطالع الظاهر كل واحدة مختلفة عن الثانية، ولكن الأرواح تتشابه في القيم، أغلب قيمنا متشابهة. فهني فهمت أن الإنسان لما تتوافقين وياه وتختلفين وياه على حسب القيمة اللي تجمعكم أو تفرقكم، متى ما تغيرت القيمة وتفسيرها تغير المعطيات العطاء بينكم، فيطلع أو يدخل في حياتك. هني فهمت الجزئية. فمع كل واحدة فيهم وكل تجربة تعلمت شيء جديد عن نفسي وعنها وعن معنى الصداقة وعن شنو أنا أبي في الصداقة وشنو بعطي. لدرجة أن ساعات أن نكون إحنا غاطين في حياتنا، كل واحدة مشغولة في بيتها وعيالها وشذي، ولكن كل واحدة قاعدة تمر في نفس المرحلة ونفس الأفكار ونفس التساؤلات اللي إحنا قاعد نفكر فيها. فلما نلتقي وتقول لي أنا صار شيء، أقول لها حتى أنا صار فيها، حتى أنا فكرت بهالموضوع، حتى أنا مريت بهالتجربة. فأقول سبحان الله شلون إحنا في كل واحدة عالم مختلف، ونقعد بالأيام بالأسابيع ما ندري، ساعات بالأشهر. يعني أنا طبيعة شغلي لما أسافر برا أنقطع عنهم أصلا. معاهم تعلمت جزئية إن شلون أنا أحب الإنسان وما تعلق فيه. لما أول ما التقينا صار فيه التقاء روحي لدرجة إن ما نهد بعض، نسولف بالساعات، نلتقي، وايد أشياء تجمعنا. بعدين تشغلش الحياة، فهني بديت أحس إن أنا حيل متعلقة، أنا عندي تعلق فيهم، أخاف يروحوا من حياتي. ليش؟ لأنهم فاهمين فكري، أنا معاهم على حقيقتي، وقاعد أنمو وقاعد أطور وقاعد أحس بالأمان. صاروا هما في الدائرة الأولى، أقرب من أهلي. فلما ينشغلون عني أو يروحون أنا تيني حالة الرعب، فصار فيني لا لا، هي الأصل في العلاقات الراحة. إذا أنا داخلة في مرحلة أني مرعوبة
من عدم وجودهم معناته أنا مو أنا مو مرتاحة، أنا عندي خوف، أنا عندي تعلق. فهني قررت إني أنا أسافر. واحدة من السفرات اخترتها على أساس أنا أفك التعلق عنهم، لأن قرار ذكي جدا وايد ناضج منك. لأن شنو الشيء اللي بيخليني أكون مستانسة وأنا بعيدة عنهم؟ يا شغل يا سفر. وأنا حزتها ما عندي شغل، فسفر أقدر أقعد أختلي مع نفسي بدون ما تصير في اتصالات على طول، وبنفس الوقت أنا أراجع وأخف هذا التعلق. فأخذت هذه الخطوة، وعقبها سبحان الله بدأت تجيني استشارات برا الكويت، فقمت أغيب بالأسابيع وبالأشهر برا، فبدأ يخف ويصير في توازن في العلاقة. فاكتشفت أن حتى علاقات الصداقة إذا ما سويتي لها توازن ممكن تكون مؤذية، لأن يصير فيها تعلق. وأي علاقة يصير فيها تعلق راح تصير مؤذية في حياتك. فعلا كلام جميل جدا. أم معاذ، لمن يا هذه الدنيا أنت الإنسانة اللي ربيتي في بيتك وأنت تسمين روحك فيني جانب أمومة شديد، لمن رب رزقك هالولد شلون تجلت هذه الصفة فيك؟ معاذ سبحان الله، ما كنت أول شيء أنا كنت أخاف أني أصير أم، يعني هذه أول مرة أقولها، لأن أنا شلت مسؤولية الأمومة مبكر وكانت عندي مخاوف. شلون شلتي مسؤولية الأمومة مبكر؟ أمي مو حطتني في دائرة تحمل مسؤولية، فيوم عن يوم أنت تدشين في مسؤولية جديدة. فعندي إخواني أدرس، بعدين عندي أمي تسافر أنا أمسك إخواني، بعدين يصيرون مراهقين أنا أتابعهم، بعدين تصير وياش بالمدرسة أنت تدافعين عنها. بعد هذا كان عندك كورس مكثف في بيتكم. إيه، فهذا الكورس المكثف حطني في خانة الأمومة مبكر. بعدين حتى صداقاتي يعني أجذبهم لأن عندي هذا شعور الرعاية مالت الأم، فصاروا الناس تنجذب لي، اللي تبي أم تفزع لها، اللي تبي أم تحتويها، اللي تبي أم تنصحها، فصرت حتى الصداقات أجذبها بهالطريقة. لكن لما قررت أني أنا أجيب معاذ كان بالنسبة لي نقلة وعي جديدة من حملي فيه، وأنا عندي أفكار، عندي مخاوف، عندي شلون بربي، يعني هل بربي نفس الطريقة اللي أنا تربيت فيها؟ أنا أصلاً قاعدة أحضر وأروح ورد لأن في صفات في شخصيتي مو عاجبتني، فهل هذه راح تتورث له؟ وبعدين الصفات اللي أنا مو عاجبتني أنا اكتسبتها من منه؟ فبديت أسأل أسئلة وايد، فهني حسيت إنه بالإضافة إنه كان مرحلة الحمل صعبة، نساتي كانت وايد متعبة، وكانت في قمة نجاحي، في مرحلة النجاح يعني منقطع النظير، بداية نجاحي، فكان تحدي ما بين أني أنا بصير أم وحامل وأنا قاعد أنجح في مجالي، يعني سبحان الله يتني الأشياء كلها مرة واحدة. لكن لما لحظة اللي طلع هني حسيت في، ما أعرف شنو أوصف هالشعور، يعني حسيت في حب عمري ما حسيت فيه. وبعدين معاذ كان، حتى أذكر كتبت مقالة في هالجزئية، معاذ هو نقلة الوعي اللي عقبها انفتحت وايد أشياء. أذكر في مرة من المرات كنت قاعدة أغير له، تكرمين في الحمام، وأنا قاعدة أغير له هو رد، يعني بيبي وسخ، فأنا في هذه اللحظة قاعدة أقول له لا تفشلني قدام الناس، والصدى تكرمين الحمام رد لي الصوت، فصار فيني الناس؟ أي ناس؟ وين الناس؟ وليش مهم رأي الناس؟ وفي هذه الجزئية في طفل في هذا العمر، هذه كلها مرت في ثواني هالأسئلة. فعرفتي اللي بديت أنتبه، الناس أنا إيش كثر معطي الناس قيمة في حياتي؟ بديت أنتبه أنا شنو قاعد أقول له، وأنا شلون قاعد أضحك وياه، وأنا شلون قاعد ألبسه وأختار لاختياراته، كلها عشان المفروض أسويها ولا الناس يبونها ولا أنا أبيها. فكانت هذه يعني مرحلة مفصلية في حياتي، إن أنا إيش قاعد أسوي وأنا شنو قاعد أقول. فمعاذ بالنسبة لي أمومة إلى اليوم أنا قاعد أتعلم منه، معاذ مدرسة، يعني أنا أقول لهم كل اللي تعلمته في حياتي مع كل هالحياة الزاخرة والجميلة اللي أنا ممتنة لها، إن معاذ شيء ثاني. حتى الحوارات، النقاشات،
في كل مرحلة في كل قرار. يعني كنت أول شغلة انتبهت لها إيش كثر إحنا كانوا يقول لنا مصطلحات وإحنا صغار من باب الضحك والغشمرة، ولكن هي قاعدة تبرمجنا. يعني لما يقولون أحب أقولها حتى الحين، يعني أعتذر على هالألفاظية، يا الخايس أو يا الحمار، من باب الضحك الياهل اللي كذي. أنا يصير فيني إحنا لما نكبر والناس تقول كلمة بالشارع كذي نلتفت، ليش نلتفت؟ هل مقصود أنا؟ زين من وين يتني؟ بعدين بديت أبحث في هالجزية، فعرفت إن إحنا سمعنا يمكن 15,000 كلمة وإحنا صغار. هذا حتى الدراسات اللي توج قلتيهم هذيلي أشرف شيء فيهم. بالضبط، هذا أنظف المصطلحات يعني. فلما انتبهت كان يصير فيني أنا إذا يا بعطي لقب، هذا اللقب عند الناس لميزة وعنده وعنده ميزة. فقمت أنادي الشيخ، اللي بينادي معاذ اللقب مال الشيخ. فقالوا لي بتشيخين علينا؟ قلت لهم اللي تعلم الكلام أنه يتقبل أنه هو حمار ويتقبل أنه هو خايس ويتقبل، لكن ما يتقبل الشيخ. أنا ولدي اسمه الشيخ، الشيخ معاذ. فأول أيام كانوا يأخذونها على ضحك، لما شافوني حازمة في هالجزئية صار ما حد ينادي إلى اليوم إلا الشيخ معاذ، لأن أبي أسس في جزئية أن أنت إنسان مكرم وأنت إنسان ذات قيمة، مالك شغل في الناس اللي تقوله مهما كانوا يقولون. وكنت ما أسمح، يعني كنت حازمة في بصفة شديدة أي أحد يقول كلمة انتبه هذا الشيخ معاذ، أنت بتكبرين رأسه. أقول لهم هذا البعد ما تفهمونه. بعد ما كمل 10 سنين أنا هذه الكلمة ما قمت أستخدمها، بس الناس الحين لما تشوفه الشيخ معاذ، أساس هو يعرف أنه هو قيمة بحد ذاتها، أحسن من أنه هو يتبرمج على الكلام البذيء والكلام اللي يقلل من الشخصية ويشكك الإنسان بنفسه. هذه هم جت من طفولتي، جت من المرحلة اللي أنا عشت فيها، شنو الكلمات اللي كانوا يستخدمونها وشنو الكلمات اللي أثرت فيني. فعرفت أن الكلمة لها بعد خطير على الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة تهوي بالإنسان 70 خريف في جهنم. فمعناته شنو الكلمة اللي ترفعني 7 سماء والكلمة اللي تنزلني 7 سماء؟ شلون أختار كلماتي؟ شلون أكلم نفسي؟ فمعاذ هو المعلم اللي خلاني انتبه حق هذه الأشياء. فما زلت أقول هو المعلم اللي قاعد يعلمني شلون أنا أغير من هنوف، شلون أنا أطور منها، شلون هنوف حتى لما تتعب، حتى لما تخسر، حتى لما تفشل في مشروع سوتها أو في اختيار اختارتها، ترد توقف من جديد، لأن أنا عندي معاذ. أنا ما أقبل أن معاذ يتعلم مني الضعف، لا، خلي يشوفني ضعيفة بس بنفس الوقت يشوف هذا الضعف شلون تحول إلى قوة، يشوفني أنا مريضة بس بنفس الوقت يتعلم شلون هو يتجاوز مرحلة المرض ويتقبل كل المراحل اللي هو يعيش فيها. فهو ما أقدر أقول الأمل، لا، هو شيء أكبر من كذي، هو يمكن الطاقة، النور اللي الله سبحانه وتعالى قاعد من خلاله أستمد القوة الذاتية اللي أرجع مرة ثانية. فهني بديت أدرك معنى الأمومة بمنظور ثاني، إن الأمومة شيء عظيم، ما لها منهجية، دائما أنا أقول هالكلمة، ما لها منهجية واضحة، هي عبارة عن حالة حب متجددة ومتناقضة، الحب يحمل كل التناقضات. فهي دائما أنت في هالمرحلة تعلمين وتطورين. أصلا قمت أسأل، يعني لما أسافر أسألهم شنو الأم؟ شلون تعرفين إيش أنتي أم؟ شنو تعني لك الأمومة؟ شنو بتعطين في أمومتك؟ بديت أفهم وايد أشياء، بديت أفهم أن كل الأمهات صح، ما في أم خطأ، القاسية، الحنونة، الكريمة، البخيلة، كل واحدة عطت باعتقادها هذا أحسن شيء هي عطته، أو هذا اللي تعلمته، أو هذا اللي هي تعرفه، بس هي سوتها من دافع حب، لأنها سوتها من دافع حب، فشيء طبيعي هي مقدرة. لكن صحيح خطأ، هذه تجربة الإنسان ما تقدرين تقيمينها. فأنا قبل كنت ألوم الأمهات اللي القاسية على عيالها، أو اللي ما ربت، أو اللي تنازلت عنهم، أو اللي بدت مثلا فصلت وبدت زواج ثاني، كنت أقول شلون قلبها يطاوعها، الأم المفروض والأم المفروض. اكتشفت ما في مفروض، لكل أم ظروفها الخاصة، ولكل أم قدرتها على العطاء بحب بمنظور اللي هي تعلمته واللي قاعد تتعلمه، إذا سمحت حق نفسها أنها تستمر في التعلم. في بعضهم لا، اللي أنا تعلمته بعطي، أو اللي أنا أشوفه مناسب بعطي.
فالأمومة مدرسة عظيمة إلى الآن، وأتوقع إلى آخر مرحلة، لأنها هي قاعد تمشي معك تكبر معك لآخر مرحلة في عمري راح أتعلم منها. الله يحفظه ويخلي لك إياه. آمين يا رب. سؤالي الأخير لك، متى تحسين أن الدنيا بخير؟ متى أحس أن الدنيا بخير؟ الدنيا دائما بخير، بس نظرتك أنت لها، يعني متى أنت تشوفينها بخير؟ لأن أنت لما تكونين حزينة ما راح تشوفينها بخير، راح تشوفينها ظلمة، راح تشوفين الدنيا سوى طريقك مسدود ومسدود. أقول لك شغلة أنا دائما أقولها، بالسفر أشوف الدنيا بخير، لما أطلع من الحالة اللي أنا فيه، ومن خاصة لما أكون أنا مثلا بأزمة أو بتحدي أو شيء، وأطلع أروح عالم ثاني ما أعرف فيه أحد وما حد يعرفني، وأرزاق ماشية وناس عايشة وخط حياة مختلف، يصير فيني الدنيا بخير. منو قال إن مشكلتك اللي هناك هي محور الحياة أو هي محور دنيتك أنت؟ أصلا حياة واقفة ماشية وفيها وايد خيارات، بس أنت اللي قاعدة تطالعين هذه الزاوية، ما قاعدة تطالعين زوايا ثانية. فالدنيا دائما بخير أنا أشوفها، ما دام إحنا فينا الخير والإنسان ما ينقطع منا الخير، لأن أساس الكون الله سبحانه وتعالى أساس الكون التوسع، والتوسع ما رح يصير إلا بالاختلافات، والاختلافات تصير عشان تطورنا، ما تصير عشان إحنا نتأخر، إلا الإنسان إذا شافها كذي. وهذه الحرية اللي الله سبحانه وتعالى عطانا إياها، إن إحنا شلون نطالع الحياة وشلون نختارها وشلون ننتقي من كل شيء في الحياة اللي إحنا نبيه. فالدنيا بخير ما دمنا إحنا نشوف إن هي فيها خيارات وايد، وما دام النفس فيك، ما دام الله ما عطيش للحين حرية حق النفس هذا اللي تتنفسين وتاخذين، تقدرين تغيرين كل شيء. الدنيا دائما بخير. وإذا تسمحي لي أضيف لك، الدنيا كمان دائما بخير لما تحاولين وتضلين تبحثين عن الخير في الناس. صح، فيك وفيك، ما رح تلقينه في الناس إذا ما لقيتي فيك، لأن كل من يناسب عين طبع، فإذا أنت ما شفتي الخير فيك ما رح تشوفينه في الناس، بالعكس رح تشوفين العكس. إذا أنت شاكة رح تشوفين هذه عدالة الله سبحانه وتعالى في الحياة، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا أنت ظننا خير بتشوفينه في الناس، وإذا أنت ظننا العكس بتشوفينه في الناس. الناس منظرتك، الناس منظرتك، منظرتك تعكس لك اللي داخلك. عشان شي أقول لهم ما في خطأ، الخطأ نسبي إذا إحنا شفنا خطأ، لكن الناس تعكس لك هذه الجزئية، وما دمتي تدورين راح تلقين مثل ما إحنا التقينا. سبحانه. yes. وتشرفت بوجودك اليوم وياي. تسلمين، كل الشكر لك. تسلمين، شفنا الغالية اللي كلنا نفخر فيك. الله يسلمك. شكرا لوجودك ويانا، شكرا لعلمك الجميل، شكرا لمشاركتك لنا هذا الكلام اللي أثرى هذا الحديث، وما ممكن تتخيلين ايش كثر تعلمت منك اليوم. حبيبتي، كل الشكر لوجودك ويانا، أتمنى أنه استمتعتي ويانا في هذا جداً اللقاء. جدا، أنا ما كنت مفتوحة ولا ما كنت مندمجة ولا كنت بتلقائية في لقاء كثر هاللقاء. شكرا لك، هذا يا بختي فيك، شفنا. أيوة الغالية، هذا من روحك الحلوة اللي خلتني أنفتح حق هذا كله. يا أهلا وسهلا، شرفتينا يا غالي. الله يسلمك يا شانت. أعزائي المتابعين، شكرا من القلب لمتابعتكم لنا حلقتنا هذا اليوم، أتمنى أنكم تتابعونا في حلقة قادمة مع ضيف جديد وقصة جديدة. شاركوني بمقترحاتكم وأراءكم لأنها كثير تهمني، وتذكروا دائما أن الدنيا بخير، ونشوفكم على خير. مع السلامة. استمتعتي في لقائك؟ جدا جدا، أنا ممتنة صراحة. شكرا لأنك أنت سمحت أن هذا يطلع، وكنت أنت البوابة حقه. يا رب يكون في بركة وفي فايدة ويكون ملهم. أنا ممتنة لوجودك ويانا ولصراحتك. دامكم وصلتوا لهني من الحلقة، خلكم عارفين أنكم متابعين المقربين لقلبي يا بعد قلبي، لأنكم مشاركيني هالرحلة كاملة. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب للقناة وجميع حساباتي على السوشيال ميديا اللي كلها ترى موجودة بالدسكريبشن.